1-0 3-2 ما في مستوى ثابت لنادي نادي الريان في فريق الرديف. لكن ام صلاح لا، ام صلاح في تنافس بينهم بين بعضهم، بينه وبين اللاعبين الرغبه موجوده. انا لا اليوم العب فريق الرديف، ما ابي فريق الرديف، انا ابي العب مع الكابتن وسام. وسام غير يعني تشكيل بس النتائج الايجابيه استراتيجيه كامله غيرها. النتائج الايجابيه في مصلال في الرديف تحديدا من قبل ما يمسك وسام اكيد من اهما والشمال اكيد، لان اعتمدوا على فريق الرديف وخلوا فريق الرديف يمشي في نفس الطريق. ما يعني حتى وسام يوم جه ما عثر الاوراق كلها، خلى اخذ الفريق الرديف يروح مع فريق الاول ويخلي الناس على دكه البدلاء وما يلعبهم. لا وسام اذكى من بعض المدربين صراحه. صحيح. يخليهم يلعبون ويشوف اللي مستواه جيد وياخذه وهذا اللي قاعدين نشوفه. كم لاعب من هذا المطلوب صراحه. ايوه كم لاعب اليوم مع وسام في دكه البدلاء اليوم اساسي يلعب. شوفني ونعم وسام يلعبه في بين الشوطين يلعبها كم من دقيقه يلعبها. هذا شيء امانه يعني عاد تعودها وسام دائما يعني. هذا شيء يفرح اللاعبين اكيد، يفرح اللاعبين. انا شبغي من الفريق الاول العب اساسي، ليمتى انا بلعب فريق الرديف وانا عمري 23 24 سنه امانه. 23 يعني اتكلم جد. في ناس 36 30 يعني يلعب مع فريق الرديف هذه شوي صعبه يعني. مهما كان انت كلاعب لا انا ما ارضاها على نفسي امانه. فنتمنى طبعا التوفيق لنادي ام صلاح، نتمنى التوفيق لنادي الريان. صحيح. مع دخول اللاعبين اللي رضيت الميدان خلوني اخذ توقعاتكم، خلوني اخذ على الاقل نظرتكم لبدايه المباراه. واحد يتكلم عن الريان. انا بقول لك عن الريان. الريان اذا خاصه احمد هشام عند الراوي اذا ما يلعب اليوم اعتقد بيكون حتى اوكي. تميم موجود ولكن تميم ما كان في المستوى خلال الاسابيع الماضيه. صحيح. اعتقد اذا غياب احمد الراوي اذا كان مع منتخب الاولمبي اعتقد ان الريان بيفقد ثلث قوته بوجود اللاعب هذا. يكون يخسره اليوم اذا ما يلعب يكون يعني مو بلصالح الريان، ولكن اعتقد المنتخب الاولمبي اولويه للمنتخب الاولمبي. نعم. عادل انا اتوقع ام صلال راح يضغط على نادي الريان وراح يخلص المباراه من الشوط الاول. اوف هذا التصريح قوي او توقع قوي، ما اقول تصريح. لا لا هذا واقع. هذا طبعا تشكيله هذا واقع. وبالنسبه لتشكيله نادي ام صلال الكل جاهز. ام صلال ما يبي يفرط في ثلاث نقاط لان لا عنده لا خساره ولا عنده تعادل. صحيح. وعنده 17 هدف وعليه اربعه يعني فريق مميز. صحيح. في فريق الرديف. صحيح. فاعتقد انه راح يضغط على الريان من البدايه وراح يخلص المباراه من الشوط الاول. القوه الدفاعيه في ام صلال ايضا مميزه. فريق ام صلال متكامل نعم، حتى بالناحيه البدنيه اقوياء يعني وجاهزين لخوض دوري الرديف بشكل كبير يعني، وخاصه انه يبي يرجع صداره اليوم مع الاهلي. صحيح. هي مباراه صداره. صحيح. اعود او اذهب مباشره للزميل هيكل الصغير وشوط المباراة الأول. نتمنى أن نستمتع بهذه المباراة كما سنستمتع بالتعليق المميز من هيكل. شكرا للزميل يوسف الربيع، شكر كذلك لضيفيك الكريمين يوسف أحمد وعادل درويش. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا متابعينا الكرام وفي شبكة قنوات الكأس الرياضية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. الأسبوع السادس من بطولة دوري الرديف هنا من استاد سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة أم صلال. الريان الثاني والسادس في الجدول العام، صقور برزان من أجل العلامة الخضراء السادسة والعودة لتصدر الدوري بعد أن خطفه الشمال مؤقتا أمس بالفوز على فهود الغرافة. الريان لكسب المزيد من النقاط والدخول للتوب فايف بأسماء من الصف الثاني للفريقين يعول الليلة، كل من هشام الراوي ودانيلو ناكاجاوا في الأسماء الأساسية التي دخلت المباراة. بالنسبة لنادي الريان عبد الراضي محمد في حراسة الشباك 27 مبارك عيد الناصر 35 كريم محمد 29 حسن الغريب
38 عبد الهادي قدر اللاعون 28 مؤمن رجب 75 خالد بن 7 19 القاعد ابراهيم مسعود 77 هادي علي 14 تميم منصور العبد الله و 12 محمد عبد الفتاح سراج نادي ام السلال مع المدرب دانيلو ناكاجاوا اليوم اختار للمرمى 22 محمد منتصر خروب 16 عبد الرحمن زكي 14 سيد حسن عيسى 3 مختار 21 عاطف زغباني 98 ابراهيم الكربي 15 عبد الله علي المسيكي 30 علي اليزيدي 18 عبد الله خالد شيخ 19 عدنان مصطفى ابو زور و 99 الياس حميد يقود هذه المباراة الحكم محمد الشريف بمساعدة محمد علي كواري حكم مساعد ثاني سيرم الرميحي والحكم الرابع عبد الله الناصر مباراة انطلقت منذ دقيقتين 0-0 بين الفريقين بكرة ملعوبة في اتجاه تميم مقطوعة من دفاعات نادي أم السلال من جانب مختار أم السلال في المرتبة الثانية ب 15 نقطة بعد 5 انتصارات في 5 مباريات ماضية والمتصدر هو الشمال المنتصر يوم أمس على الغرافة 5 أهداف مقابل 1 هنا على أرضية هذا الملعب ملعب استاد سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة 16 نقطة مؤقتا لنادي الشمال من 5 انتصارات وتعادل التعثر ونصف العثرة الوحيدة كانت في الأسبوع الماضي الأسبوع الخامس في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لهدفين مع الملك القطراوي دون أخطاء دون تعثر لنادي أم السلال الذي يطمح للعودة للصدارة مجددا أمام الريان صاحب المركز السادس بالتساوي مع العربي ب7 نقاط من فوزين وتعادل وخسارتين كرة تعود للحارس عبد الراضي محمد إلى مبارك عيد الناصر من الجهة اليمنى انطلاقة من مبارك كرة ملعوبة في اتجاه مؤمن رجب عودة إلى الخلف في تشكيلة نادي الريان بكرة ملعوبة في اتجاه كريم محمد تعود مرة أخرى إلى حسن غريب لاعب تحت 19 عام 4 لاعبين من فئة الشباب بالنسبة لنادي الريان في التشكيلة الأساسية ولاعب واحد بالنسبة لنادي أم السلال هو حامل القميص رقم 19 عدنان مصطفى أبو زور رباع الريان هم حسن الغريب كريم محمد عبد الهادي قدر العون ومحمد عبد الفتاح سيرج كرة للقاعد إبراهيم عبد الحليم مسعود في الوسط مع مؤمن رجب في اتجاه مبارك عيد الناصر من الجهة اليمنى كرة ملعوبة وتمريرات قصيرة مؤمن رجب مرة أخرى كرة مقطوعة اليوم من نادي أم السلال محاولة لعكس الهجمة عادت من الجهة اليسرى انطلاقة من جانب الياس حميد التدخل وحكم المباراة محمد الشريف يعطي أسبقية اللعب كرة في اتجاه خالد بن 7 مقطوعة من عبد الرحمن زكي دفاعات نادي أم السلال إلى حد الآن هم الأفضل ببطولة دوري الرديف 4 أهداف فقط في شباكهم الشمال 6 أهداف في حين الريان استقبل في مرماه 12 جول يوم أمس لحساب الأسبوع السادس نفس حساب مباراة هذه الليلة بين أم السلال ونادي الريان الشمال فاز على الغرافة 5-1 في السيلية الشواهين فازوا على السد 2-1 وفي ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة طوفان تحيل تفوقوا على الخور بهدفين 2-0 الليلة في الخور قطر الأهلي في السيلية الوكرة من عربي وهنا في استاد سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة نادي أم السلال مع الرهيب الرياني كرة إبراهيم مسعود الأخيرة في هذه اللقطة والوان تو التي قطعت وتم بعدها من دفاعات نادي أم السلال تعود مع مختار كرة طويلة إلى الأمام مباراة منتظرة يعني حماسية مشوقة بين الفريقين نظرا للأسماء الحاضرة فوق أرضية الميدان من الجانبين في اختيارات كل من هشام علي الراوي وكذلك دانيلو ناكاجاوا
نادي الريان يسعى للاقتراب أكثر من الصفوف الأولى ومن الخماسي الأول في جدول الترتيب العام، ونادي أم سنان بطموح ورغبة وتحدي وإصرار التواجد مرة أخرى على كرسي الصدارة. كرة من عاطف محمد الزغباني، انطلاقة في وسط الميدان، كرة ممتازة جدا، انطلاقة خطيرة، فرصة للهدف الأول، محاولة خطيرة لنادي أم سنان، عودة سريعة لدفاع نادي الريان، تغطية كانت ممتازة والمحاولة من الياس حميد تضرب في الدفاع، تعود من عاطف زغباني مرة أخرى يحاول التوزيع، نادي أم سنان يحاول أن يضرب دفاعات نادي الريان منذ البداية ليأخذ الثقة اللازمة في هذه المباراة. مع الدقائق الأولى نادي الريان بحذر كبير، يعرف صعوبة المهمة أمام المتصدر قبل بداية هذا الأسبوع السادس. في الخمس جولات الأولى نادي أم سنان بالعلامة الكاملة 5-5، كرة فيها رفع راية وشارة التسلل من المساعد الأول محمد علي الكواري. هذه اللقطة وهذه الصورة واضحة، كرة تعود من إبراهيم مسعود، مسعود إلى كريم محمد، لكن كرة بالخطأ، كانت قوية الكرة الماضية من إبراهيم مسعود. حوار بين دانيلو ناكاجاوا والكابتن هشام علي الراوي المدافع السابق للطلبة والزورة والصناعة والقوة الجوية، تجربة قصيرة بالدوري الجزائري، كذلك تجربة احترافية بالدوري اللبناني مع شباب الساحل الراسينغ والهومنتمن، بالإضافة لتجربة قصيرة مع نادي لبسيتينا البحرين. كرة ملعوبة تعود لوسط ميدان نادي أم سنان، خروج بالكرة ممتاز من جانب إبراهيم الكربي وعبد الله علي المسيكي، طويلة تدخل فيها فاول واضح، المخالفة مخالفة على عبد الله خالد الشيخ على مدافع نادي الريان بالرقم 29 حسن الغريب. في الدقائق الأولى من هذا الحوار تقريبا دقائق مرت دون فرص تذكر من الجانبين، كرة لإبراهيم مسعود، إبراهيم في وسط الميدان، الحل مع كريم محمد، كرة في اتجاه إبراهيم مرة أخرى، عودة لحسن محمد الغريب مع عبد الهادي قدر اللاعون في وسط الدفاع، كرة لمبارك عيد الناصر قوية مرة أخرى، الكرة رمية تماس لم يتمكن مبارك عيد الناصر من ترويضها، كرة عادت لمختار في دفاع نادي أم سنان بالعلامة الكاملة. هل من منافس؟ هل من متحدي؟ هل من مغالب؟ هل من مزاحم؟ هل من خصم عنيد للصقور؟ أم سنان الفوز على الخور في الأسبوع الأول 4-1، على الغراف 4-2، في الثالث على التحيل 2-0، في الأسبوع الرابع على العربي 3-0، وفي الخامس أمام الأهلي 4-0 مقابل هدف. قوة هجومية كبيرة لنادي أم سنان، يضرب باثنين والثلاث وبالأربعة، وهذه كرة خطيرة من تميم المنصور، لا يعترفون بالهدف الواحد في مبارياتهم، 17 هدف في 5 لقاءات لهجوم نادي أم سنان. تميم منصور العبد الله نجل الهدف التاريخي للريان، منصور مفتاح يقود هجوم الرهيب في مباراة هذه الليلة. محمد منتصر خروب حارس نادي أم سنان والكابتن، كرة من مخالفة ستعود في أول 10 دقائق إلى حد الآن. مشاهدينا متابعينا الكرام عبر شبكة قنوات تركيز الرياضية، إبراهيم مسعود في تنفيذ المخالفة، إبراهيم كرة طويلة في منطقة الجزاء أبعدت من دفاع نادي أم سنان، ذهبت رمية تماس، مختار اليوم في وسط الدفاع لصقور بارزان، كرة من تماس لكريم محمد. الريان 2 فوز تعادل وهزيمتين، خسر من الوكرة 3-1، فاز على الخور 3-0 وعلى الملك القطراوي 1-0، تعرض لهزيمة عريضة أمام الشمال 8-3، وتعادل في آخر لقاء مع الزعيم السداوي، هدف في كل شبكة، هدف في كل مرمى، سجل 9 أهداف واستقبل في مرماه 12 هدف. حصيلة بالأرقام دفاعا هجوما بين أم سنان ونادي الريان قبل مباراة هذه الليلة،
وهذه الأمسية هنا في الوكرة. كرة من إبراهيم مسعود. إبراهيم تقريبا الدينامو ومحرك هجمات نادي الريان في وسط الميدان بالرقم 19. كرة تعود لسيد حسن عيسى. مختار صعود ومحاولة للتقدم والخروج بالكرة من مناطق نادي أم سلال. بالزي الأبيض في مباراة هذه الليلة. لمسة إلى عاطف محمد زغباني. عاطف كرة في التماس تعود لنادي الريان. مدافع السابق لنادي الشمال بتجربة مع نادي أم سلال هذا العام وهذا الموسم الكروي. كرة تعود في الوسط. انطلاقة ممتازة من الياس حميد. خطيرة على دفاعات نادي الريان. سريعة جدا. هذه الهجمة كرة فيها هدف فيها جول فيها محاولة خطيرة فرصة. والحارس ممتاز عبد الراضي محمد يتعلق أمام الياس حميد وهجوم نادي أم سلال. لا زالت الخطورة متواصلة. والتدخل من مبارك عيد الناصر. ممتاز تعلق الحارس عبد الراضي محمد. هذه عادة للصورة وتدخل مبارك عيد الناصر. هذه اللقطة والفرصة الأبرز إلى حد الآن في المباراة. وتعلق عبد الراضي محمد أمام عدنان مصطفى اللاعب الوحيد من فئة الشباب تحت 19 عام لنادي أم سلال. عدنان مصطفى يخفق أمام عبد الراضي محمد. تدخل كان ممتاز من الحارس في خروج في تايمينج جيد. أغلق الزاوية على عدنان مصطفى اللي ضرب الكرة في الحارس. كرة من مخالفة تعود لنادي أم سلال. فرصة أولى خطيرة عادت من جديد. يتدخل محمد عبد الفتاح سيراج. يترك الكرة إلى التماس. بدأ نادي أم سلال يهدد مرمى نادي الريان. الريان مع هشام علي الراوي. هذه المباراة الخامسة هذا الموسم بين الفريقين والأولى بدور الرديف 20-22 بعد مباراتين بدور النجوم. 2-2 في الأولى و 3-2 ليوم سلال. في القسم الثاني في كأس أريد والذهاب ليوم سلال والإياب للريان بنفس النتيجة بهدفين لهدف. إبعاد للكرة من كريم محمد. طويلة البحث عن تميم منصور العبد الله. تغطية ممتازة من مختار للحارس محمد منتصر. مختار كرة في اتجاه عبد الرحمن زكي. طويلة هذه الكرة. فرصة أخرى لنادي أم سلال. هناك مساحات لكن هناك رفع راية متسلل الياس حميد. الفريقان هذا الموسم بدور النجوم تقابلا في الأسبوعين الأول والثاني عشر. 9 أهداف في المباراتين. 2-2 في القسم الأول. أهداف ياسين البخيت وبربوزا ليوم سلال وثنائية يوهان بولي للرهيب الرياني. 3-2 في القسم الثاني. بربوزا وثنائية للعراقي أيمن حسين لسقور برزان وأحمد ياسر وعلي كرمي بالنسبة لنادي الريان. كرة الريانية من جانب محمد عبد الفتاح سيراج مع هادي علي. هادي ابن أكاديمية اسباير اللاعب السابق لنادي السيلية اليوم بأزياء نادي الريان. هادي علي كرة ملعوبة مع إبراهيم مسعود. الرمي التماس الريانية كريم محمد والتماس الرياني. هذه عادة للصورة. واضح اللمسة الأخيرة كانت من عبد الرحمن زكي. هذا عبد الرحمن بالرقم 16. كرة في الوسط من خالد بن سبعة تعود لحسن الغريب. حسن مبارك عيد الناصر. انطلاقة من الجهة اليمنى مبارك. لمسة قصيرة مقطوعة متفطن كان. عاطف زغباني طويلة الكرة. ممتاز التدخل من عبد الهادي قدر العون. وسط دفاع نادي الريان من فئة الشباب بقيادة عبد الهادي قدر العون وحسن محمد الغريب. تفاهم وانسجام كبير بين هذا الثنائي اليوم أمام مهمة صعبة بوجود الياس حميد عبد الله خالد شيخ عدنان مصطفى. وأمام أقوى هجوم ببطولة دوري الرديف. كرة في الوسط. أسبقية اللعب من محمد الشريف.
لا يوجد فاول في هذه اللقطة. إبراهيم مسعود تدخل من زكي، تعود الكرة لحسن غريب إلى كريم محمد. كريم خطورة فقط لنادي يوم صلال من خلال كرة عدنان مصطفى. هادي الريان يحاول يستحوذ على الكرة في هذه اللقطة، والعملية ممتازة من جانب هادي علي. انطلاقة محاولة وخطيرة كانت الفرصة، الارتباك كان واضح في دفاع نادي يوم صلال. كرة تعود مرة أخرى في الوسط، بدأت تتحرك الأقدام الريانية مع مرور الدقائق. خالد بن سبعة، بن سبعة يبحث عن هادي علي، يخير التوزيع تميم منصور. كرة كانت بعيدة على تميم وللحارس محمد منتصر خروب. هذه الكرة وهذا الارتباك بين عبد الرحمن رأفت زكي والسيد حسن عيسى في آخر كرة وآخر لقطة وآخر هجمة للريب الرياني. مختار، مختار كرة محاولة وانطلاقة بهجمة من جانب علي اليزيدي، أحسن هداف في نادي أم صلال بسبع أهداف. على فكرة هداف هذا الدوري هو فهد وعد البياتي مهاجم نادي الشمال بثمانية أهداف بفضل هاتريك الأمس أمام فهود الغرافة. ثمانية أهداف لفهد وعد البياتي، سبع أهداف لعلي اليزيدي في انتظار مباراة هذه الليلة أمام الريان. كرة ملعوبة تعود من حسن الغريب، لمسات وتمريرات قصيرة. إبراهيم مسعود خروج بالكرة مميز، وتغيير لوجهة اللاعب إلى مبارك عيد الناصر مع هادي علي. مبارك مجددا، إبراهيم مسعود لاعب يتحرك كثيرا، يشكل حلول إضافية في وسط ميدان نادي الريان. عبد الراضي محمد إلى حسن الغريب، كريم محمد، كريم يتدخل عبد الرحمن رأفت زكي، تعود لي حسن الغريب وللحارس عبد الراضي محمد إلى مبارك عيد الناصر. عبد الهادي قدر العون، تمريرات قصيرة بين لاعبي وعناصر نادي الريان من أجل إخراج عناصر نادي أم صلال من مناطقهم لإيجاد الثغرات والمساحات، وضرب دفاع الري، ضرب دفاع نادي أم صلال بالكرات العكسية. حسن غريب، عبد الراضي محمد إلى عبد الهادي قدر العون، الضغط من الياس حميد، صعوبة في الخروج بالكرة من جانب دفاع نادي الريان. إبراهيم مسعود يتقدم، إبراهيم كرة من خالد بن سبعة، يخطئ الدفاع. حسن الغريب كرة في التماس، انتشار ممتاز للاعبي نادي أم صلال مع بداية هذه المباراة. كرة للسيد حسن عيسى، علي اليزيدي 33 مباراة بدوري الرديف 2022 إلى حد الآن في انتظار مباريات نادي قطر الأهلي الوكرة والعربي أم صلال الريان واكتمال نصاب هذا الأسبوع على السادس. 27 فوز قبل هذا، تسديدة قوية من جانب عبد الرحمن رأفت زكي، والحارس محمد منتصر رجل هذه الدقائق الأولى في الشوط الأول. تصدي أول ممتاز أمام عدنان مصطفى، وكذلك تصدي لكرة عبد الرحمن رأفت زكي. قلت 33 مباراة، 27 انتصار وستة تعادلات فقط، ستة تعادلات، ستة مباريات انتهت باقتسام النقاط بالقاطع والمقطوع. أولها في الأسبوع الأول بين نادي قطر والسد بهدفين لهدفين، وآخرها في الأسبوع الخامس جولة التعادلات، قطر الشمال 2-2، السيلي العربي 0-0، والسد مع نادي الريان هدف لهدف. وهذه كرة خطيرة وعودة للمخالفة مع البطاقة الصفراء، عودة للفاول مع الكارت الأصفر للمدافع حسن الغريب بالرقم 29. أول إنذار من حكم المباراة محمد الشريف لحسن الغريب. وسط دفاع نادي الريان ك
كان امام علي اليزيدي وهجم خطير، لاعب يتمتع بمهارات وفنيات كبيره. هذه كره عبد الرحمن زكي، تسديده والتصدي من الحارس محمد منتصر، سلامات لعلي اليزيدي في اللقطة الماضية بعد كرة الإصابة والتدخل من جانب حسن الغريب. في سياق الحديث عن التعادلات ببطولة هذا الدوري، دوري الذي سيكون من دور واحد من قسم واحد، الوصول حاليا إلى الأسبوع السادس، ستة تعادلات قطر السد الأسبوع الأول، الأسبوع الرابع الغرافة والسيلية، ثم نادي قطر مع الشمال، السيلية مع العربي والسد مع الريان، تعادلان لكل من نادي قطر السد الغرافة والسيلية، وتعادل للشمال الريان العربي والأهلي، وتعادل الشمال مع الملك القطراوي. كان فارق في صدارة الجدول والترتيب العام إلى حد الآن الشمال 16 نقطة، مصلال 15، في انتظار مباراة الليلة مع نادي الريان بطموح ورغبة العودة للصدارة وتزعم بطولة هذا الدوري لصقور برزان. سلامات مرة أخرى، إن شاء الله لاباس لعلي اليزيدي، إصابة قوية، كرة من مخالفة خطيرة على دفاع الريان. عاطف زغباني، إبراهيم الكربي يتواجدان أمام الكرة للتسديد، ننتظر من سيتكفل، هل يكون اليساري عاطف محمد زغباني أم إبراهيم الكربي؟ ينسحب إبراهيم، كرة لعاطف زغباني، هو من سيسدد، يسارية قوية، كرة في الدفاع، تعود هجمة معاكسة لنادي الريان، انطلاقة من جانب كريم محمد إلى محمد عبد الفتاح سيراج، كرة لكن تجاوزت الخط النهائي إلى الميدان، كرة تماس خرجت الكرة الأخيرة لمحمد عبد الفتاح سيراج، أرادوها سريعة كونتر أتاك لكن لم تكتمل هذه الهجمة لدفاع نادي أم صلال، تعود مجددا طويلة، كرة في اتجاه الياس حميد، ياس ممتاز الكونترال، طلب كرة من جانب عبد الرحمن زكي، حضور لحسن محمد الغريب، خراج كرة للتماس، تعود لياس حميد مرة أخرى، من أبرز الهدافين كذلك ببطولة هذا الدوري مع فهد وعد البياتي بثمانية أهداف، علي اليزيدي سبعة أهداف، هناك فيصل عبد الله عمر علي من الوكرة بستة أهداف، وفي المركز الخامس هناك الثنائي عبد الله خالد شيخ، لاعب مصلال ورامي سهيل، ويجمع العربي بأربعة أهداف لكل لاعب. حوار كبير بين الشمال ومصلال الوكرة والتحيل على صدارة الدوري، وحوار كبير كذلك هناك في ترتيب الهدافين بين أكثر من لاعب. ترجع الكرة لعاطف زغباني، حاول المرور عاطف، كرة في التماس، بدوري رديف سبق للفريقين، أن تقابل في خمس مناسبات ماضية، أول مباراة كانت 2008 وآخر حوار 2011، حتى التعادل، ثلاث انتصارات ريانية واثنين لنادي أم صلال. 2008 البدايات 2-1 لصقور برزان، 2009 1-0 و2-0 للريان، 2010 عاد أم صلال للانتصارات بهدفين لهدف، واخر مباراة بهذا الدوري كانت 2-0 ريانية حمراء وسوداء. كرة من كريم محمد بذكاء يستفيد من تمس بعد ضرب الكرة في عدنان مصطفى، الكابتن هشام علي الراوي، والحوار الفني يتواصل على الدكة مع دانيلو ناكاجاوا، كرة من مؤتمن من مؤمن معتصم رجب، دوران بالكرة، تمرير لمبارك عيد الناصر،
مبارك عيد وصلت الكرة ممتازة في اتجاه محمد عبد الفتاح سيراج. كنترول ممتاز رائع من محمد عبد الفتاح. كرة تعود لإبراهيم مسعود. غضب كبير من إبراهيم الكربي على تمركز زملائه وعدم وجود تغطية في هذه اللقطة والتساهل مع مثل هذه الكرات في وسط الميدان. بسهولة يصل نادي الريان. يحاول تهديد دفاع عم صلال. كرة تعود من جانب مبارك عيد الناصر مع خالد بن سبعة. بن سبعة كذلك من اللاعبين المميزين في وسط ميدان الريان. لاعب قصير بإمكانات فنية محترمة جدا. كرة لعبد الراضي محمد طويلة. اقتربنا من النصف ساعة الأولى في هذه المباراة والتعادل أسفار إلى حد الآن. نتيجة البياض تسود هذا اللقاء هنا في استاد سعود بن عبد الرحمن بنادي الوكرة. ممتازة العملية الفنية والمرور جميل كان من جانب هادي علي إلى إبراهيم مسعود. يتدخل الدفاع والكرة لنادي الريان بقرار من حكم المباراة وقاضيها محمد الشريف. إبراهيم مسعود منذ البداية وانطلاق هذا الحوار يؤدي بشكل جيد ومحترم في الوسط. وسط ملعب نادي الريان يتحرك موجود في كل مكان يسهل المأمورية عند وجود مأزق وصعوبة لبقية زملاء ويشكل حل كبير ومكسب في هذا اللقاء. كرة من خالد بن سبعة في تنفيذ المخالفة على القائمة الثانية. يتدخل الحارس بالبوكس محمد منتصر. ريان يضغط في هذه اللحظات. كسب معركة الوسط تقدم والتسديدة كانت سهلة بين أحذان الحارس محمد منتصر. تعود الكرة بسرعة من عاطف زغبان. عاطف يمر عاطف يعدي ممتازة في اتجاه علي اليزيد. يزيد يحاول المراوغة والتدخل من مبارك عيد الناصر. هذه كرة إبراهيم تسديدة سهلة للحارس محمد منصور. تعود الكرة مباراة إلى حد الآن متعادلة تقريبا بين الفريقين في كل شيء. لا فريق متقدم على آخر لا في الهجمات ولا في الاستحواذ والامتلاك. مباراة متعادلة بين نادي أم صلال والريان. من هنا تأتي قيمة الريان والرغبة في عدم تحقيق نتيجة مخيبة للأمال في بطولة هذا الدوري. خروج من حسن محمد الغريب إلى مؤمن رجب. يعود لعبد الراضي محمد. الريان مردود من مباراة إلى أخرى يتحسن في هذا الدوري بعد البداية الصعبة. ونادي أم صلال أكيد أصبح يعني هو الهدف بالنسبة لكل أندية هذا الدوري من أجل هزم هذا النادي لحد الآن دون خسارة. أقوى فريق ببطولة هذا الدوري بعلامة كاملة 5-5. من يقدر على هزم نادي أم صلال؟ هذه كرة خطيرة فرصة من تميم منصور العبد الله والراسية كانت بعيدة. التمركز كان ممتاز جيد. كان بالإمكان أحسن مما كان من تميم منصور العبد الله. ضربة راس كرة بعيدة فوق العارضة. فرصة خطيرة لنادي الريان من أجل كرة أولى وهدف أول في المباراة. نصف ساعة إلى حد الآن. رمي التماس تعود الكرة من جديد. نادي أم صلال المنتشي هذه الأيام بانتصارين متتاليين بدوري النجوم آخرهم تاريخي هو الأعرض والأكبر في تاريخ النادي 6-0 أمام الشمال. أهداف أيمن عبد النور، أيمن حسين بربوزة، ياسين البخيت وعمر يحيى. صقور برزان خامس دوري النجوم ب 25 نقطة. 6 انتصارات 7 تعادلات 3 هزائم من أجل التواجد في المربع. المنافسة قوية مع الوكرة والغرافة. الصقور عازمون على التحليق عاليا حالمون بالمربع مع المدرب الوطني وسام رزق.
الذي غير الكثير في العقلية، خاصة عقلية أصبحت انتصارية بروح كبيرة يتميز بها نادي أم سلال. في الجهة الأخرى الرهيب الريان يعاني من تذبذب النتائج وتراجع المردود والأداء مع الفرنسي بطل العالم 98 لوران بلان، تعادلين في آخر مباراتين مع الخور 0-0، الأهلي 1-1. وأكيد شك كبير في البيت الرياني في هذه الفترة، لأن يعني المركز الموجود به نادي الريان حاليا لا يليق بالرهيب، لا يليق بتاريخه بعلاقته، ولا يليق بالقاعدة الجماهيرية العريضة لنادي الريان. الريان في المركز السابع ب 17 نقطة مع النادي الأهلي، 4 انتصارات 5 تعادلات 6 هزائم. نادي أم سلال هو الخامس 25 نقطة من 6 فوز 7 تعادلات و3 هزائم. السد هو المتصدر 34 نقطة، منقوص من 4 مباريات، ومسألة التتويج باللقب هي مسألة وقت إلى حين اكتمال نصاب المباريات المؤجلة. الوصيفة تحيي 33 مباراة مكتمل العدد على مستوى خوذ المباريات، الثالث الوكرة 28، الرابع الغرافة 26، الخامس أم سلال 25، ثم العربي 23، الريان والأهلي 17، التاسع نادي قطر 16 نقطة، العاشر الشمال 13، والمنطقة الحمراء فيها الخور في المركز 11 نقطة، ونادي السيلية في المرتبة الأخيرة ب7 نقاط. هذا الترتيب الكامل لدوري نجوم كيو ام بي، تقريبا عكس ما هو موجود في بطولة دوري الرديف، الدوري الذي يتصدر فيها المشهد نادي الشمال ب16 نقطة، أم سلال 15، الوكرة تحيل 12، نادي قطر 8 نقاط في المركز الخامس، السادس الريان العربي 7 نقاط، ثم السيلية والسد 5 نقاط، العاشر الأهلي 4 نقاط، الغرافة بنقطتين، وفي المرتبة الأخيرة نادي الخور ب0 من النقاط. هذه الوضعية أمامكم مشاهدينا متابعينا الكرام، واضحة على مستوى الأرقام والنقاط في البطولتين، بطولة دوري نجوم كيو ام بي وكذلك دوري الرديف. نعود لمباراة نادي أم سلال الريان في توقيت 33 دقيقة في هذا الشوط الأول، متعادلة 0-0. هل يأتي الحل من خلال الكرة الثابتة لنادي أم سلال؟ كرة على يمين الحارس عبد الراضي محمد، كرة على مستوى نقطة ركلة الجزاء تعود من حسن الغريب، دفاع قوي من نادي الريان في المباراة الحالية، كرة طويلة من حسن عيسى سهلة لعبد الراضي محمد، حسن الغريب، كرة لكريم محمد، كريم تدخل كان ممتاز من عبد الله علي المسيكي، عبد الله علي في وسط الدفاع مع مختار رمية تماس جديدة، لازلنا ننتظر مشاهدينا الكرام اهتزاز الشباك في هذه المباراة وفي هذا الحوار. مؤمن رجب بن عبد الهادي قدر العون، مبارك عيد الناصر، مبارك الى عبد الهادي قدر العون. شباب الريان يقدمون في مباراة محترمة امام نادي ام سلال، كرة من عبد الهادي قدر العون الى تميم منصور، تميم مبارك عيد، لمسة لعبد الهادي قدر العون، لمن عبد الهادي؟ للحارس محمد منتصر، مختار عبد الرحمن زكي، عبد الرحمن كرة باليمنى ممتازة، لكن مبارك عيد متفطن، زكي في هذه الكرة يقطع الهجمة، علي اليزيدي تعود لنادي أم سلال إلى إبراهيم الكربي، إبراهيم عبد الرحمن زكي، عبد الرحمن لمسة للياس حميد، يحاول تفكيك الخطوط نادي أم سلال من خلال الكرة الصغيرة، ممتاز عبد الراضي محمد، خطيرة فرصة الله على كرة على هجمة على محاولة
من جانب نادي أم سلال، أولى لعلي اليزيدي والثانية لعدنان مصطفى. هذه الكرة مشاهدينا متابعينا، وهذه الهجمة، هذا التصدي، امتياز كبير للحارس عبد الراضي محمد. كرة ممتازة جدا من عبد الله خالد شيخ، وتعلق للحارس عبد الراضي محمد بعلامة كاملة إلى حد الآن في هذا الشوط. عبد الراضي محمد يكتب اسمه بالكبير في مباراة هذه الليلة في أول 45 دقيقة. يتألق أمام أقوى هجوم ببطولة الدوري ب 17 هدف ويحافظ على نظافة شباكه. كرة من عبد الهادي قدر العون، تعود من عبد الله علي المسيكي، عادت لمحمد عبد الفتاح سراش، سريع كرة لمختار، مختار ثخت واضح من خالد بن سبعة. عزم كبير وإصرار وتحدي ورغبة قوية من عناصر الريان لتقديم مباراة كبيرة أمام أم سلال الليلة أمام المتصدر. هناك روح وهناك عزيمة، روح كبيرة اليوم يخوض بها المباراة الرهيبة الرياني. محمد الشريف، كرة لأم سلال، هذا كريم محمد الظهير الأيسر يتدخل أمام علي اليزيدي. مختار إلى عبد الله المسيكي، يتقدم عبد الله، كرة لعاطف الصغباني، عاطف الحل مع إبراهيم الكربي، دوران وعودة بالكرة إلى عبد الله علي المسيكي، كرة طويلة بعيدة على عبد الله الشيخ إلى الياس حميد من الجهة اليمنى، انطلاقة خطيرة، فرصة هدف ممتاز يضيع. ممتازة كانت العملية، هجمة وومضة هجومية ممتازة سريعة بين الياس حميد، والكرة فيها خطورة كانت على دفاع نادي الريان وفي الشبكة الصغيرة. فرصة أخرى كبيرة على هجوم نادي الريان يتم إهدارها، فرص ضائعة والأخطر لنادي أم سلال خاصة في آخر الدقائق. مشاهدينا الكرام، كرة تعود، محاولة من جانب إبراهيم مسعود إلى محمد عبد الفتاح سراج. محمد يدخل المنطقة، يحاول يمر ويعدي لكن الكرة مقطوعة. آخر 7 دقائق في هذا الشوط الأول. مؤمن رجب، مبارك عيد الناصر، مبارك مع خالد بن سبعة، خالد ينجح في المرور، بن سبعة يحافظ على كورته. مؤمن رجب، مؤمن لمن يا مؤمن، كرة للياس حميد، لياس كرة ملعوبة وانطلاقة بهجمة خطيرة في اتجاه عبد الله خالد الشيخ، والتدخل ممتاز، التدخل من حسن الغريب، المدافع على وسط حسن الغريب ينجح في ابعاد الكرة امام علي اليزيدي. وصيف الهدافين ببطولة الدوري 7 أهداف. كرة من الياس حميد، سيد حسن عيسى الظهير الايمن، كرة من تماس علي اليزيدي الرأسية. مؤمن رجب، محاولة لإخراج وإبعاد الكرة، ما زالت المحاولة من سيد عيسى، ممتازة للمرور والتمرير، فرصة لهدف أول في المباراة، خطيرة والتسديدة علي اليزيدي، والكرة فيها ركنية. محاولة أخرى خطيرة، عاصفة هجومية من عناصر نادي أم سلال، تمريرات ولمسات ومضات مميزة يقدم فيها لاعبو عناصر صقور برزان في هذه اللحظات. كرات خطيرة على دفاع الريان في غياب النجاعة والتجسيم. كرة من علي اليزيدي في تنفيذ الركنية. مباراة أصبحت حماسية في هذه الدقائق الأخيرة. كرة ملعوبة، محاولة تغطية ممتازة على الكرة من جانب عبد الله الشيخ. عبد الله استيماته،
تدخل دفاعي من عبد الهادي قدر العون، كرة في الاتجاه سيد حسن عيسى والفاول لنادي أم صلال. محمد عبد الفتاح سراج يرتكب المخالفة، مسك واضح، العرقلة واضحة، كرة من علي اليزيدي، علي اليساري يمرر لابراهيم الكربي، كرة مقطوعة من خالد بن سبعة وانطلاقة بهجمة معاكسة لنادي الريان، طويلة في اتجاه محمد عبد الفتاح سراج، كرة مقطوعة من سيد حسن عيسى، عادت لابراهيم مسعود، ابراهيم عبد الله التماس، ندية كبيرة وروح قتالية واضحة من الجانبين في هذا الشوط الأول في مباراة يرفع فيها شعار ممنوع الخسارة. واضح النوايا والأهداف من الجانبين، الريان لا يريد خسارة ثالثة، وأم صلال لا يريد حتى التعادل، لا يبغي اقتسام النقاط مع الرهيب الرياني من أجل العودة بصفة منفردة إلى صدارة الترتيب. كرة في وسط الميدان ممتازة من إبراهيم مسعود، تغيير كلي للاعب إلى خالد بن سبعة أو هادي علي، هذا هادي إلى مبارك عيد الناصر، مبارك يمر بعاطف يعدي لهادي علي، هادي علي سرعة كبيرة مراوغة، تمرير لخالد بن سبعة، إبراهيم مسعود، إبراهيم يبحث عن حل، إبراهيم دوران بالكرة، معمر رجب تسديدة سهلة للحارس محمد منتصر خروج. مر هذا الشوط الأول بسرعة مشاهدينا الكرام، الدقيقة 42 والتعادل لا يزال 0-0 بين الفريقين، نتيجة البداية والانطلاق. كرة من خالد بن سبعة، خالد بن سبعة في اتجاه كريم محمد، كريم يعود إلى حسن الغريب، حسن عبد الهادي قدر العون، عبد الهادي يتقدم، هناك لاعب ساقط على أرضية الميدان من نادي أم صلال، سلامات أعتقد عبد الله خالد شيخ، سلامات إن شاء الله. شوط أول محترم جدا بين الفريقين، هناك حضور هجومي وهناك ندية وهناك تميز في اللعب من الطرفين. قرار الإطار الطبي بالنسبة لنادي أم صلال، هل يكون تبديل اضطراري أم لا؟ ننتظر مشاهدينا متابعينا الكرام. عدنان مصطفى، عدنان مصطفى أبو زور، وأول تبديل في تشكيلة نادي أم صلال، تبديل وتغيير اضطراري بسبب الإصابة. كرة ستعود للعب بعد مرور 44 دقيقة، الدقيقة الأخيرة في هذا الشوط الأول. أحمد محمد أعتقد سيكون هو بديل عدنان مصطفى في هجوم نادي أم صلال. ننتظر التأكيد من دانيلو ناكاجاوا. عبد الهادي قدر العون مع حسن الغريب، حسن كرة عكسية تعود في اتجاه خالد شيخ، خالد إبراهيم الكربي، الياس حميد، الياس على الأطراف من الياس، والتدخل من كريم محمد، رمية التماس لنادي أم صلال في آخر الثواني مشاهدينا الكرام قبل نهاية هذا الجزء الأول من هذا الحوار المتعادل دون أهداف. كرة من سيد حسن عيسى، ابعاد للخطورة من ابراهيم مسعود، عبد الرحمن زكي، عبد الرحمن الى السيد حسن عيسى، دقيقتان وقت بديل يضيفهم حكم المباراة محمد الشريف. الريانية هذه الكرة تعود
قبل القيام بالتبديل الأول وتعويض عدنان مصطفى. كرة من تمس لكريم محمد. كريم إبراهيم مسعود. إبراهيم إلى كريم. كريم في اتجاه عبد الراضي محمد. عبد الراضي يلعب بالنار حارس نادي الريان. وماذا هناك؟ مطالبة بركلة جزاء. محمد شريف يقول يعني تمويه من جانب مهاجم أم أصلان الياس حميد. هذا التبديل. نعم أحمد محمد الجراح. تبديل لصالح فريق نادي أم أصلان. خرج اللاعب رقم 19 عدنان مصطفى أبو زول وحل محله اللاعب رقم 67 أحمد محمد الجراح. أحمد محمد الجراح لعب كذلك من فئة الشباب 19 عام بديلا لعدنان مصطفى أبو زور. اللاعب الوحيد الذي انطلق في التشكيلة الأساسية من فئة الشباب كذلك. ذكر مصلين لعب واحد في التشكيلة الأساسي مقابل 4 لاعبين بالنسبة لنادي الريان. كرة للصقور. ممتاز أحمد محمد. كرة تعود من مؤمن رجب بمبدأ السلام على الحارس عبد الراضي محمد مع حسن الغريب دفاعيا نادي الريان. رغم صغر سن لاعبيه فإنه إلى حد الآن يتعامل بشكل ذكي مع قوة هجوم نادي أم أصلان بقيادة الياس حميد عبد الله خالد شيخ وعلي اليزيدي. وفي هذه اللحظة يعلن حكم المباراة محمد الشريف على نهاية الشوط الأول. مشاهدينا الكرام بالتعادل دون أهداف 0-0 بين الفريقين. استراحة قصيرة على أمل اللقاء بكم إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. أعود بالصوت والصورة إلى الزميل يوسف الربيع. يوسف لك الكلمة. سيداتي سادتي نتيجة الشوط الأول هي فريق نادي الريان لا شيء، فريق نادي أم أصلان لا شيء. Ladies and gentlemen, the halftime score is الريان team null, أم أصلان team null. إذن شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل السلبي بين الريان وأم صلال. والريان كما بدأ لنا قبل قليل مستحوذ أكثر على كرة المباراة ولكن إلى الآن بدون تسجيل. أيضا أم صلال ليس بعيد في الاستحواذ ولكن أيضا لم يسجل، لم يصل لشباك الريان. نقدر نقول شوط أول جيد للريان خاصة بأن لم تهتز شباكه كما توقع أغلب النقاد والمحللين يعني ومتابعين حتى دوري الرديف. شوط بالنسبة للريان شوط إيجابي يعني أنه طلع تعادل، ولكن أعتقد أنه الشوط هذا الشوط أقل من المتوسط من الفريقين. يعني أنا ما توقعت أن مصر يكون بهالمستوى. طبعا خاصة أتكلم عن الناحية التكتيكية بشكل عام، يعني الفريقين ما أدوا بشكل أمور تكتيكية. يعني هل هم كانوا يتمرنون طول الأسبوع الماضي على أسلوب معين في اللعب ولا كان في مجرد استحواذ؟ يعني مع الشوط هذا كان أعتقد أن أم أصلان كان قادر أنه يطلع على الأقل بهدفين يعني مع ضاعة الفرص. أم أصلان نعم في مواجهة المرمى لو نشوف الحين فرص أم أصلان فرص يعني كان ممكن عملية التسجيل تكون موجودة. بالنسبة للريان هذه أحد الفرص، يعني الحين بنشوف هذه الفرصة الأولية. الريان بشكل عام خروج من منطقته للمنطقة الهجومية ضعيفة، وحتى الكرات اللي على المرمى هي خارج منطقة الجزاء. الحين هذه أحد الفرص اللي شفنا الريان اللي كان ممكن يستغلونها لاعبين المصلال، ولكن عدم التركيز أو عدم الجدية في بعض المواقف مع التعامل مع الموقف اللي هو فيه أدى أن الفريق يطلع بعلق متعادل. إذا كان بهذا المستوى ممكن يسجل هدف الشوط الثاني، ولكن أعتقد أن الأمور بهالمستوى ما بطموحنا إحنا كمحللين أو كمشاهدين للموجودين يشوفون مباراة مثل هذه في دوري الرديف. يعني أبو عبد العزيز ذكر يا كابتن عادل بأن بعض الكرات ما تؤخذ بجدية من لاعبين أم أصلان خاصة أمام المرمى.
انا اشوف صراحه الشوط اول يعني من قبل نادي بالذات مصال يعني انا اشوف الرغبه اليوم مش موجوده امانه يعني عكس مبارياته السابقه يعني المباراه السابقه انا اعتقد انه حتى مباراته مع نادي قطر مباراته مع نادي الوكر اعتقد انها كانت نديه جدا جيده المباراه وكان فيه اهداف وكان فيه الرغبه موجوده من قبل اللاعبين حتى فيه الضغط العالي احنا اليوم ما شفنا ضغط العالي من قبل لاعبين نادي مصال على فريق نادي الريان اليوم نادي الريان انا اعتقد انه منتشر صحيح في ارضيه الملعب ومنع مصال في حالات كثيره يعني من التهديف نفس ما تفضل اخوي عبد العزيز ان الشوط الاول المفروض يطلع مصال 2-0 او 1-0 لكن انا اعتقد ان لازم اللاعبين بين الشوطين بين الشوط الثاني لازم يرجعون انفسهم اذا كانوا يبون الصداره امانه يعني الصداره ما راح تجيهم بسهل لان فريق الريان فريق منظم انا اعتقد ان الريان يعتمد على الهجمه المرتده السريعه وبامكانه يسجل هدف ويسكر منطقة الدفاع وبعدين الريان المصلال ما راح يجيه المجال انه حتى لو هاجم وسرعة الاستعجال انا اعتقد انه تضيع الفرص نفس ما شفنا في الشوط الاول راح يضيع في الشوط الثاني فاعتقد ان الحوار كله بين المدربين وبين اللاعبين نادي المصلال ان كانوا يبغون الثلاث نقاط اليوم ولا يخلوا نادي الشمال في الصدارة اعتقد انه اذا اخذها الصدارة نادي الشمال صعب انه ترجع مرة ثانية لنادي المصلال طبعا فرق كبير بين السرعه والتسرع واذا ما استمر لاعبون مصلال في التسرع امام المرمى ربما يدفعون الثمن غاليا لان احنا دائما في كره القدم نقول اللي يضيع كثير يتلقى اكيد خاصه مثل ما شفنا يعني هو صراحه هو فقط تسرع عدم التركيز وعدم الجديه في الكرات اللي كان مفروض لاعبين مصلال في مواجهه المرمى يعني صحيح الحارس أدى الدور اللي عليه تصدى للكرات هذه ولكن أعتقد كان في إمكانية لو تلاحظ إمكانية أن اللاعبين تصرفون تصرف أفضل من في مواجهة الحارس بنفسه ممكن على الأقل كانت كرة على الأقل كرة واحدة ممكن يتعاملون معها بشكل أفضل بالتالي كان ممكن النتيجة كانت تتغير يعني مثل ما تفضل أخوي عادل بالنسبة إذا كان المصلال يرغب بالصدارة أعتقد إذا لازم يتعب أكثر في يتعب خلال الشوط الثاني لأن دخول أحمد الراوي إذا دخل بشكل ربكه في خلال اندفاع مصلال اذا كان بيندفع للهجوم ويترك فراغات اعتقد في حاله نزول احمد الراوي بشكل عبء كبير على دفاع مدافعين مصلال بالتالي اعتقد كانوا من الاجدر انه يسجلون هدف في الشوط الاول على الاقل ولكن بنشوف الشوط الثاني شلون الامور بتصير هاي طبعا مثل ما تفضلت على غرف تبديل الملابس هل في 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 الدافع المعنوي من ناحيه المدربين او التشجيع لان ظهور بمستوى افضل خصم مصلال انا اتكلم الريان اعتقد النتيجه هذه بالنسبه له في الشوط الاول شيء ايجابي بالنسبه له وحسن كيف تشوف الريان وتعامل الريان في شوط المباراه الاول مع مصلال انا اشوف نادي الريان يعني فريق مقنع امانه في الشوط الاول مقنع خذ المطلوب من الشوط الاول اللي هو التعادل فاعتقد ان الريان قاعد يلعب على الهجمه المرتده السريعه واحراز هدف ويسكر منطقته نفس ما سواه في الشوط الاول راح يسويه مره ثانيه الشوط الثاني اعتقد ان احنا نفس ما تفضل اخوي ابو عبد العزيز ان احمد الراوي اذا 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 دخل الشوط الثاني بامكان انه حتى يعني يسبب قلق كبير لمدافعين نادي ام صلال يعني شفنا تميم جاته كم من فرصتين كان بالامكان انه يكون يتعامل مع الكوره بشكل جيد لكن اعتقد ابو تميم كان يتمنى هالفرص نعم هذه الكرات لا يعني انا ما يعني المفروض تميم ياخذ من الابو يعني امانه نتكلم تحت الهواء ان المفروض يكون تميم ياخذ الكره بشكل جدا مميز في خاصه تميم صراحه عنده ارتقاء عالي هو عنده طول بعد ولكن شوف الكرات هذه يعني كابتن منصور مفتاح الصراحه يعني إذا جاءت هذه خلاص يعني أنت المفروض تفرح قبل ما الكرة تدش خلاص المرمى. تفرح على طول إيه هم صراحة نوعية لاعبين مثل منصور مفتاح واستغلاله للكرات الرأسية بصراحة متعة كان إيه نعم قفزته والأداء التكنيكي اللي كان صراحة القفز هذه يعني شيء صراحة يعني كل لاعب كان يتمنى أن يكون نفسه في لعبات كرة وإن شاء الله أن تميم يأخذ هذه الأمور في عين الاعتبار وإن شاء الله قادر ترى تميم للحين صغير وقادر يطور من نفسه
ان شاء الله في الفتره القادمه. احنا اوكي نقول ان شاء الله، ولكن اللاعب نفسه اذا كان ما عنده الرغبه ما عنده الشغف انه يطور نفسه اعتقد صعب انه يوصل، انا اقول لك حتى نص من صور. ان شاء الله يوصل، ان شاء الله يوصل ان شاء الله، بس بعمل لازم جد. طبعًا طبعا وشيء طبعا. ريان قدم شوط اول مرضي، ولكن السؤال هل ريان قادر على مواصله هذا الاداء في شوط المباراه الثاني؟ ممكن خاصه في ظل الناحيه الهجوميه، قلت لك انا التحول من الدفاع للهجوم بالنسبه للريان كان ضعيف، يعني اكثر الكرات يعني كرتين بس فقط في منطقه الجزاء اللي كانت، اما الكرتين الثانيين من خارج منطقه الجزاء، الهجمات قليله، ولكن وجود قلت لك نزول احمد الراوي في الشوط الثاني بيعطي دافع قوي للهجوم الريان، بالتالي عبء مثل ما قلت لك على مصلال، دخول احمد الراوي بيعطي الثقل الهجومي اكثر بالنسبه للريان في الشوط الثاني. زين، احنا يمكن تكلمنا عن مفاتيح الريان في شوط المباراه الثانيه او الحلول للريان، قلنا دخول الراوي ممكن يكون ورقه رابحه، ولكن ماذا عن مصلال؟ مصلال اكيد طبعا، هل محتاج حد من برا ولا هل محتاج تنظيم داخلي؟ لا بالعكس، هو محتاج تنظيم داخلي في ارضيه الملعب، يعني احنا نشوف لاعبين مش منظمين في ارضيه الملعب كشوط اول، انا لو مسجل هدف واحد على الريان في الشوط الاول انا اقول لك المباراه راح تنتهي اكثر من هدف، ممكن تنتهي في الشوط الاول 3-4 لان الريان راح يفتح وراح يهاجم وراح يحصل المساحه، لكن اليوم ما محصل المساحه نادي ام مصلال، انا اعتقد ان الريان اليوم تنظيم الدفاعي بشكل جدا مميز، والحارس خلف المدافعين انا اعتقد انك في كونكشن جدا مميز بينهم بين بعض، فاعتقد ان مصلال عليه في الشوط الثاني انه يضغط على لاعبين نادي الريان في خط الدفاع حتى يربك دفاع نادي الريان، نادي الريان قاعد ياخذ راحته، يعني حتى شفناهم تنقله من الدفاع للهجوم بشكل جدا سريع سلس، فاعتقد ان مصلال محتاج الضغط العالي على لاعبين نادي الريان وتحريك الجهات اليمين والجهات اليسار، احنا ما شفنا الاطراف اليمين واليسار شغالين بشكل جيد، حتى الحلول يعني الحلول نادرة يعني نادرة، يعني حتى المهارة ما شفنا تمرير بين اللاعبين، حتى المهارة الفردية ما شفناها، مع ان في لاعبين مهاريين في نادي ام مصلال لكن ما شفناها وفي الريان وما شفناها اليوم، فهل خشينا حق الشوط الثاني؟ والله العالم نتمنى احنا نقول دائما نقول الريان وام مصلال، يعني كون الريان في المرتبه السادس وام مصلال في المرتبه الثانيه اعتقد انه يعني المفروض يعني يكون اداء يعني بشكل جدا مميز الشوط الاول افضل من هذا. صحيح، شوط المباراه الاول سلبي في مباراه ام مصلال والريان، ولكن خلوني اذكر بان الوكره يتقدم هناك على العربي 1-0، وقطر يتقدم على الاهلي ايضا 1-0، الوكره يضيق الخناق على المتصدر ووصيفه، الوكرة فيما لو حقق 3 نقاط اليوم سيتساوى مع أو بيوصل 15 مع بيتساوى حاليا مع مصلال، ولكن مصلال لو انتهت مباراته هذه بالتعادل بيصير 16 متساوي مع الشمال، ولكن القصد أنه راح يكون قريب جدا من المركز الأول، ومثل ما ضيق مثل ما الفريق الأول مضيق على الفرق دخل المركز الثالث صحيح، أعتقد الفريق الرديف هو قادر أنه يضيق الخناق على 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 مصلال في حاله المصلال اليوم تعادل، حتى لو تعادل طبعا بيصير فرق بين الشمال ومصلال على متساويين بالنقاط، ولكن بالنسبه للوكره اعتقد بيكون قريب من المركز الثاني مش المركز على فكره الثاني. انا بقول لك شيء، تدري اليوم يعني احنا ما نقول ما نعلم الغيب، ولكن خساره مصلال وفوز الوكره في المركز الثاني اي قلت لك انا الهداف. وحتى اذا اليوم اذا اللي بيفوز اليوم بعد نفس الشيء، يعني بيكون يمكن لان عنده 20 هدف هو اي بيكون في المركز الثاني بفارق الاهداف، حتى لو تعادل لو تعادل بيصير 16 نعم في خساره انه بيروح مكان مصلال، الوكره قادر انه شرط يضيق الوكره ياخذ مكان مصلال، ها واذا بياخذ الاول شرط واحد يفوز بلاعبينهم الرديف الحقيقي، والله صراحه استمتع هم قاعدين، انا قاعد اقول لك استمتع اذا لعب الفريق الاساسي نفس ما شفناه في البدايه، ها انا اقول لك ان الموضوع منتهي للوكره نعم. شوط المباراه الثاني فيه اهداف ولا لا؟ والله اعتقد انه في هدف، انا اتوقع انه في هدف، سواء وخاصه الاقرب هنا او هناك المصلال الاقرب مصلال وحسن، اذا مصلال في الشوط الثاني ما سجل راح يسجل عليه ويخطف المباراه الريان،
عموما اعود مره اخرى بالصوت والصوره للزميل الهيكل الصغير، اذا لم يسجل المصلال سيسجل الريان كما يذكر الكابتن عادل درويش، والكابتن يوسف احمد يقول بان المصلال هو الاقرب. شكرا للزميل يوسف الربيع. كل التكهنات والتوقعات تصب في خانة تسجيل نادي المصلال لأهداف هذا الشوط الثاني، بعد شوط أول كان على البياض، انتهى بين الفريقين في مباراة الأسبوع السادس من بطولة دوري الرديف بين الريان ونادي المصلال. مباراة في الشوط أول كانت متعادلة، شاهدنا تماسك نادي الريان وفريق كان منظم الصفوف أمام أقوى هجوم في بطولة الدوري نادي المصلال، رغم الكم الهائل من الفرص المهدورة والسانحة للتهديف لولا تعلق الحارس عبد الراضي محمد، وكذلك عدم تركيز وسرعة مهاجمي نادي المصلال أمام المرمى. دون تبديلات وتغييرات للمدربين دانيلو ناكاجاوا وكذلك هشام علي الراوي، ما عدا التبديل الاضطراري للمهاجم عدنان مصطفى أبو زور من جانب المصلال وتغييره بأحمد محمد الجراح مع نهاية الشوط الأول. هذا تذكير مشاهدين الكرام بالأسماء التي تخوض هذا الشوط الثاني منذ البداية. عبد الراضي محمد بالنسبة للريان، مبارك عيد الناصر، عبد الهادي قدر العون، حسن الغريب، كريم محمد، مؤمن رجب، خالد بن سبعة، إبراهيم مسعود، هادي علي، محمد سراج، وتميم منصور عبد الله. تشكيلة نادي المصلال في المرمى: محمد منتصر، عبد الرحمن، رأفت زكي، سيد حسن، عيسى مختار، مختار، عاطف زغباني، ابراهيم الكربي، عبد الله المسيكي، علي اليزيدي، عبد الله الشيخ، الياس حميد، واحمد محمد الجراح. كره لمختار، مختار في وسط دفاع نادي المصلال، خروج بالكره من ابراهيم الكربي، كره طويله، يتدخل مبارك عيد الناصر، تعود الى هادي علي، ممتاز مبارك عيد مره اخرى، دخول المنطقه خطيره، فرصه لهدف اول الريان، هدف اول خطيره، قال هدف اول ممتاز يا مبارك يا عيد. نعم نعم، الفريق الذي لا يسجل يقبل اهداف، الفريق الذي يتعالى على الكره، مهاجم نادي المصلال اهدروا الكثير في الشوط الاول، والريان يضرب بقوه في الشوط الثاني بكوره ممتازه، بكوره مخادعه، بهروب جميل، بتسرب رائع من مبارك عيد الله الناصر، ومختار، مختار يلمس الكره، يعني ينظر لها وكأني به لم ينتظر هذه الكرة وهذه اللمسة من مبارك عيد الله الناصر. 1-0، 1-0 للريان أمام نادي المصلال، عمل كبير من جانب مبارك عيد الله الناصر ومختار، مختار ضد مرمى يسجل الهدف الأول للرهيب الرياني. لكن أي عمل ومجهود بدني كبير وفني من مبارك عيد الناصر لاعب الفريق الأول اللي كان شارك في آخر مباراة مع الأهلي في الفترة الثانية. هذه كرة ملعوبة تعود لدفاع نادي الريان مع عبد الله، عبد الراضي محمد، هل يشكل الريان مفاجأة هذا الأسبوع السادس بتحقيقه لأول خسارة لنادي المصلال ببطولة دوري الرديف، رغم المشاركة بعناصر فئة الشباب تقريبا بنسبة 40% بالنسبة لنادي الريان في مباراة هذه الليلة أمام عناصر نادي المصلال متصدر الدوري قبل هذا الأسبوع، وهل يكون ضحية الفرص المهدورة في الشوط الأول؟ الريان يعاقب المصلال في أول كورة، أول هجمة في الفترة الثانية من مبارك عيد الناصر، ومختار، مختار يضع الكورة في شبك الصقور.
الكرة في وسط الميدان، لعل وعسى هذا الهدف يشعل المباراة وتصبح بندية أكبر من التي شاهدناها في شوط المباراة الأول. الريان من أجل المحافظة على الثاني، ولما لا يقول هناك إمكانية لتسجيل الهدف الثاني والاطمئنان على المباراة. وهم أصلاً لا خيار إلا التقدم، لا خيار إلا الضغط، لا خيار إلا الهجوم من أجل التعديل وعدم الوقوع في المحظور والخسارة الأولى هذا الموسم. الشمال يتمنى انتصار الريان، ونادي أم سلال لا يريد أن يمنح الصدارة للشمال بصفة رسمية بعد أن أخذها بصفة مؤقتة ليلة الأمس. للانتصار على الغرافة 5-1. كرة من الياس حميد، حميد كرة للحارس عبد الراضي محمد، عبد الراضي كرة لعبد الهادي قدر العون مع مؤمن معتصم رجب في وسط الميدان إلى حسن الغريب، واحد من خماسي الرهيب الموجود في قائمة العنابي تحت 20 سنة، مع أحمد الراوي، محمد سيراج، إبراهيم محمد ومصطفى عصام. على فكرة هناك ثلاثي في قائمة منتخب 23 عام للمعسكر الإعدادي من 24 يناير حتى الأول من فبراير 2022 لوديتي السعودية يومي 30 يناير و1 فبراير، مع المدرب الشيلي نيكولاس كوردوفا، مدرب العنابي الأولمبي، نايف الحضرمي هاشم علي وعلي مالله. من جانب الريان التحضيرات بدأت لخوذ غمار نهائيات كأس آسيا تحت 23 عام بأوزبكستان 2022 في أول شهر 6 القادم. كرة من تمس عادت لأم سلال الباحث عن هدف التعادل والعودة في المباراة. الروح كبيرة من عناصر الرهيب، الروح الريانية الحاضرة بامتياز في مباراة هذه الليلة. كرة ممتازة من إبراهيم مسعود، ممتازة، كرة طويلة لكن بعيدة على محمد سيراج إلى مختار. مختار بهتة في عملية الهدف وتعامل سلبي مع كرة مبارك عيد الناصر، وكأني به تفاجأ بالكرة في غياب التركيز في لقطة الهدف. كرة ممتازة من محمد عبد الفتاح سيراج، انطلاقة أي روح اليوم لعناصر الريان. فريق أظهر تماسك كبير وأظهر تنظيم مميز فوق أرضية الميدان، دفاعي وهجومي دون أخطاء. عرف أن المهمة ستكون صعبة أمام المتصدر، وهذه الياس حميد وكرة ممتازة للتعادل، هدف التعادل، هدف التعادل الياس حميد لا يترك المجال. الرد يأتي سريعا من صقور برزان ومن الياس حميد وهدف التعادل، هدف لهدف. الرد يأتي سريعا مشاهدينا الكرام بعد كرة بالخطا وعدم تفاهم مع الحارس عبد الراضي محمد من جانب عبد الهادي قدر اللعون. شوف الخطا الياس حميد، هل كان هناك دفع ام لا من الياس على مدافع الريان؟ حكم المباراة محمد الشريف يترك اللعب ويترك المجال للياس لتسجيل هدف التعادل. هل كان هناك دفع وهل يرتقي هذا الدفع لفاول من الياس حميد؟ اليد كانت موجودة، اليد كانت موجودة مع عبد الهادي قدر العون. هدف لهدف بين أم سلال والريان بعد مرور 52 دقيقة لعب، 7 دقائق في شوط ثاني. شاهدنا هدفان إلى حد الآن، هدف من كل طرف من كل جانب. كرة لهادي علي، انطلاقة سريعة، وشوط يوحي بالأهداف، شوط قوي بين الفريقين هجوميا في البدايات. كرة عادت من رمية تماس، ريان بدأ بقوة ومصلال يرفض الخسارة والتأخر في الاسكار. كرة من مبارك عيد إلى خالد بن سبعة، بن سبعة الطويلة إلى عاطف زغباني، محمد سيراج، محمد كرة في الوسط، مؤمن معتصم رجب إلى مبارك عيد الناصر، أبرز اللاعبين مع إبراهيم مسعود. مبارك عيد كرة ممتازة قطرية، يتدخل عاطف الزغباني أو سيد حسن عيسى إلى مختار. مختار، مختار كرة إلى الأمام، اللعب من أجل الانتصار السادس
لزملاء مختار ونادي ام سنان ببطوله دوري الرديف. الى عبد الله علي المسيكي كره لمن؟ الكونترال كان سيء من جانب هادي علي اللقطة الماضية، والكرة إلى التماس تعود لنادي أم سنان وعاطف محمد الزغباني. أدركنا الدقيقة تقريبا العاشرة في هذا الشوط الثاني والنتيجة أصبحت هدف لهدف. إبراهيم مسعود إلى الياس حميد، سحب هدف التعادل ممتاز للكرة وفرصة لنادي أم سنان من جانب علي يزيد الهدف الثاني ببطولة هذا الدوري وهدف نادي أم سنان. ينتظر في ثامن أهدافه للالتحاق بفهد وعد البياتي. كرة عادت لعبد الله الشيخ، عبد الله الكرة في التمس. هادي علي ما تشوف شر ان شاء الله بعد هذه الكرة. السلامات، كرة من التماس ستعود لنادي ام سنان. الشوط الثاني شكله افضل من الشوط الاول من الفريقين. ابراهيم مسعود كرة وتدخل سيد حسن عيسى. مختار افتك كرة من خالد بن سبعة. ابراهيم مسعود يعود لحسن الغريب. هادي قدر العون، عبد الراضي محمد، كريم، كرة الى الامام، محمد سراج. عادت مجددا لنادي الريان بكرة ملعوبة من مؤمن معتصم رجب مع الحارس عبد الراضي محمد. كرة طويلة من حارس الريان عاطف زغباني. عبد الله المسيكي، تمريرات خاطئة ولمسات عشوائية من الطرفين في هذه اللحظات. كرة من خالد بن سبعة ممتازة. هادي علي إلى خالد لكن بعيدة على خالد. تعود رمية التماس لنادي أم سنان في نفس التوقيت. نادي قطر يواجه الأهلي والوكرة مع العربي. يوم أمس الشمال فاز على الغرافة 5-1 والسيلية على السد 2-1 والتحيل على الخور بهدفين لصفر، ولا مباراة انتهت بالتعادل. كل المباريات فيها فائز، فيها منازم، فيها غالب، فيها مغلوب. 3 نقاط للشمال، السيلية وتحيل. انتظار نتائج مباريات هذه الليله وهذه الامسيه. عاطف زغباني الى الياس حميد، هروب الكره من عبد الله الشيخ والمسك واضح والكارت الاصفر مستحق لابراهيم مسعود. بطاقه صفراء ثانيه في المباراه والثانيه للرهيب الرياني لابراهيم مسعود بعد حسن الغريب. عبد الله الشيخ مع ابراهيم مسعود. كرة طويلة من عبد الله المسيكي. عبد الله دفاع الريان، ابعاد للكرة في وسط الملعب، البحث عن عبد الرحمن زكي. رأسية مؤمن رجب الى محمد سراج. لمسة واحدة. مختار خطأ في الارجاع. كرة الريانية، تدخل من دفاع السقور مؤمن رجب في المساندة والافتكاك الدفاعي. كرة من جانب هادي علي. عودة عاطف محمد الزغباني إلى عبد الله الشيخ. عاطف إلى عبد الله، خروج من مناطق نادي أم سنان بالكرة بتمريرات قصيرة. عبد الله عاطف ممتاز الوانتو ناجحة. انطلاقة سريعة بكرة ملعوبة مع محمد جراح. تدخل دفاعي لحسن الغريب. عبد الراضي محمد
بداية هجمة لنادي الريان. البحث دائما على الكرة المرتدة السريعة من خلال سرعة خالد علي. ممتاز خالد، التمرير لمحمد سراج، كرة وفرصة خطيرة على دفاع مسلال، خطيرة للريان، خطيرة من محمد سراج، خطيرة خطيرة خطيرة، والرأس الذهبي تميم تميم منصور العبد الله، ضربة راس في الشباك النادي مسلال، 2-1 لنادي الريان. عمل ممتاز من خالد بن سبعة، التوزيعة والعرضية فنيات محمد سراج، ورأسية ذهبية من تميم منصور العبد الله. الله 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 على ضربة راس ممتازة في القائم الثاني في القائم البعيد، لكن العمل الكبير الذي قام به محمد سراج يحسب له. مراوغة ممتازة بسيد حسن عيسى وعرضية على المقاس إلى راس تميم منصور العبد الله. تميم يهدي الهدف الثاني لنادي الريان. يتقدم الرهيب في انتظار دخول احمد هشام الراوي الذي يعزز تشكيلة الرهيب في الفترة الثانية في هذا التوقيت بعد ساعة لعب. مشاهدينا متابعينا الكرام، نتيجة اصبحت 2-1 لنادي الريان، تسابق وتلاحق في شوط ثاني لحد الان مميز بين الطرفين وبين الفريقين. نادي ام سلال يعاني يعاني كثيرا في هذه المباراة. أحمد هشام الراوي مكان هادي علي، ورقة هجومية جديدة لنجل المدرب هشام علي الراوي، وصاحب هدف التعادل من ركلة جزاء في المباراة الأخيرة أمام الزعيم السداوي. أحمد هشام الراوي، كرة لدفاعات الرهيب من جانب حسن الغريب، حسن محمد سراج سريع ممتاز، محمد سراج كرة لحسن الغريب مقطوعة من أحمد محمد الجراح. سيد حسن عيسى إلى مختار، مختار شوف الضغط ثلاثي أمام مدافع نادي ام سلال، رغبة كبيرة اليوم من جانب عناصر نادي الريان لتحقيق الانتصار على المتصدر وإلحاق أول خسارة وأول هزيمة بنادي ام سلال. رغبة كبيرة كما قلت منذ بداية المباراة، هناك روح، هناك رغبة، هناك تحدي، هناك جرينتا من اللاعبين كما هو الحال في اللقطة الأخيرة من مؤمن رجب. هدف كان بعملية وعمل ممتاز، انطلق من خالد بن سبعة إلى محمد سراج، ورأسية جميلة من تمام من تميم منصور. ترجع الكرة خالد بن سبعة إلى تميم منصور، كرة في التمس، يحتج تميم منصور على قرار حكم المباراة محمد الشريف، يقول انه اعتراض عبد الله الشيخ كان في نوع من القوه. ابراهيم الكربي، خالد بن سبعه، تميم وكاني به ان ياخذ حقه بيده. هذه اللقطه امام ابراهيم الكربي، رفع الساق والمخالفه واضحه امام ابراهيم الكربي. تعود الكرة لمختار، مختار مرة أخرى نادي ام سلال يجد نفسه في وضعية صعبة وهو متأخر في النتيجة. رد سريعا بعد الهدف الأول بكرة الياس حميد، كيف سيكون تعامله مع التأخر مجددا؟ فسكار، كرة من مختار، مختار مختار مع أحمد الراوي إلى محمد سراج، إبراهيم الكربي، كربي في وسط الميدان بسرعة يحاول عبد الرحمن زكي، زكي مع علي اليزيدي، يزيدي في اتجاه سيد حسن عيسى، سيد من اليمين والكرة ما زالت لصقور برزان من الجهة اليمنى، محاولة مرور والدخول والتمريرة كانت قصيرة على علي اليزيدي. تعود الريانية بكرة فيها تماس
إبراهيم مسعود يخسر الكرة الأخيرة، كرة تعود لعلي اليزيدي، يزيدي التمرير لعاطف السخباني، السخباني عودة ممتازة لعيد لمبارك عيد الناصر صاحب الهدف الأول، الأول الهدف يحتسب لمختار مختار لأنه غير مسار الكرة في اتجاه الشباك والمرمى، لكن العمل كل العمل والمجهود وصناعة الجول الأول كانت من مبارك عيد الناصر. كرة بخطا من دفاع نادي يوم مصلية، الارتباك كبير وانطلاقة من أحمد الراوي، كرة لهدف ثالث، كرة فرصة خطيرة لكن عاطف الزغباني، إبعاد لعبد الله الشيخ، كرة في اتجاه الياس حميد، سريعة المباراة أصبحت انطلاقة من الياس، الياس الياس حميد، مبارك عيد الناصر ممتاز دفاعيا رائع هجوما، كرة في التماس عاطف زغباني، بارك عيد الناصر إلى التميم، ممتاز تميم وكرة وهروب والمخالفة، لا محمد الشريف يقول ما فيها شيء، اللقطة الأخيرة لا توجد مخالفة على تميم منصور العبد الله، ننتظر الإعادة للحكم على اللقطة الأخيرة. كرة لمختار مختار، لو مر تميم كانت تكون خطيرة جدا على أم سلال، هدف ثالث في هذا التوقيت تقريبا ينهي كل الآمال. كرة من السيد حسن عيسى إلى عاطف زغباني، عاطف مع عبد الله الشيخ، انطلاقة بكرة ومحاولة إلى الركنية، الركنية مع إصابة تميم منصور العبد الله، ساقط على أرضية الميدان، سلامات لتميم، تدخل ممتاز مرة أخرى من مبارك عيد الناصر، يقدم في مباراة كبيرة مبارك عيد، هذا تميم وهذا الهروب وهذا الاعتراض، شوف الاعتراض يعني كان واضح للأمانة، قرار غير سليم من حكم المباراة، اعتراض غير قانوني غير شرعي أمام تميم منصور العبد الله في آخر هجمة ريانية لصاحب الهدف الثاني، حيرة المدرب دانيلو ناكاجاوا. كرة من الركنية، تنفيذ الركنية من عبد الله الشيخ على القائم الأول صعود الحارس عبد الله راضي محمد، ممتاز عبد الراضي خاصة في شوط أول، كرة إلى خالد بن سبعة مع عبد الرحمن زكي، ياخذ عبد الرحمن إلى عبد الله الشيخ، عبد الله خالد شيخ، سيد حسن عيسى، كرة لعاطف زغباني، التماس يعود رياني، مبارك عيد الناصر واحد من أبرز اللاعبين في هذه المباراة بكرة من التماس، خالد بن سبعة، إبراهيم الكربي، مؤمن رجب، مبارك عيد الناصر لأحمد الراوي، ممتازة التمريرة ذكية جدا في اتجاه محمد سراج، كرة لهدف ثالث خطيرة للريان، إمكانية وقطع التاريخ، قطع التاريخ من عبد الله علي المسيكي أمام خالد بن سمعة في الهجمة الأخيرة، كرة ممتازة للياس حميد، الياس كرة كانت جول ثالث للريان، هل تأتي بهدف التعادل لنادي أم سلال، لكن توزيعات الياس حميد بعيدة، بعيدة كرة الياس عن عبد الرحمن زكي، ضربة مرمى لنادي الريان، تعامل إلى حد الآن مع فترات المباراة بشكل مميز من جانب نادي الريان، واضح جدا حيرة المدرب ناكاجاوا، نظرة على التوقيت وعلى النتيجة على التأخر على إمكانية العودة
على إمكانية إحداث تبديلات وتغييرات في التشكيلة من أجل اقتناع نقاط الانتصار. وعلامة النصر السادسة، لكن المأمورية لن تكون سهلة بالنسبة ليوم صلاح أمام نادي الريان. الفريق المنظم، الفريق الساعي والراغب للفوز بهذا اللقاء مهما كان الثمن. كرة ملعوبة، عزيمة كبيرة. خالد بن سبعة، سيد عيسى، أحمد محمد الجراح، عاطف زغباني، عبد الله علي المسيكي في اتجاه مختار. وصلت إلى عبد الله علي المسيكي للحارس محمد منتصر، بعيد على الياس حميد. مبارك عيد الناصر الياس، الياس لعاطف، عاطف لمن؟ لعبد الرحمن زكي في وسط الملعب، انطلاقة على مستوى الدائرة المركزية بكرة ملعوبة إلى السيد حسن عيسى من الجهة اليمنى. انطلاقة سريعة، فرصة خطيرة، إمكانية، محاولة، هجمة سريعة، فرصة في أجال ماذا؟ والتدخل من الدفاع، تدخل الدفاعي اليوم للرهيب الرياني في توقيت مناسب جدا أمام هجمات نادي أم سلال. كرة من عبد الرحمن زكي، عبد الرحمن للياس حميد، مطالبة بإخراج الكرة. هناك لاعب على أرضية الميدان من جانب نادي الريان. 70 دقيقة إلى حد الآن. هذا إبراهيم مسعود القاعد، سلامات لإبراهيم. إبراهيم عبد الحليم مسعود قدم مباراة محترمة كذلك. علي اليزيدي مجهود كبير، سرعة حاضرة، مر وعدى، لكن التمريرة كانت لعبد الله خالد الشيخ، كانت قصيرة بوجود علي اليزيدي وعبد الله خالد الشيخ والياس حميد. لم يتمكن المصلال من تهديد مرمى أو دفاع نادي الريان والوصول لشباك عبد الراضي محمد. تكهنات وتوقعات يعني محللين، كابتن يوسف احمد وكذلك عادل الدرويش، التي صبت في خانه تقدم مصلال او تسجيل لاهداف هذا الشوط الثاني. تقريبا كانت على غرار ونفس امال كل المتابعين لبطوله هذا الدوري، ولا واحد كان يشك لحظه ان نادي مصلال قد ينحني الليله وقد يتعرض للخسارة ويقدم مثل هذا المردود والعطاء. وهذه كرة من الياس حميد، عبد الراضي محمد، لكن كرة القدم لا تعترف إلا بواقع الميدان. كرة القدم ليست بالتوقعات والتكاونات، اليوم هي مباراة وليلة لا توقعات. نادي الريان كذب يعني كل النتائج الممكنة التي كانت تسب لي مصلحة صقور برزان. لاعبوه يقدمون في مباراة بطولية، مباراة كبيرة، في الرغبة والصمود والعزيمة والتحدي. أم سلال ممكن هناك ثقة مفرطة، ثقة زايدة في النفس، هي التي أثرت على المردود العام للفريق. دقائق نعم ما زالت موجودة، مباراة ما زال فيها الكثير. 73 دقيقة إلى حد الآن، 2-1 متأخر نادي أم سلال، لكن لنمنح أحقية الريان بهذا التقدم في المباراة نظرا للمجهود المبذول من لاعبيه. كرة من خالد بن سبعة اليساري، كرة مرفوعة عالية سهلة لمحمد منتصر خروب حارس أم سلال. خالد بن سبعة من العناصر اللامعة في وسط ميدان نادي الريان. كرة من إبراهيم الكربي، انطلاقة من علي اليزيدي، يزيد يزيد يزيد. هناك بعض الفنيات يعني التي لا معنى لها في بعض المناسبات وفي بعض الكرات. تبديل آخر، إبراهيم مسعود يغادر، ودخول 34 عبد الله عناد الديري.
تغيير ثاني بالنسبة للكابتن هشام علي الراوي لنادي الريان. وحل محله اللاعب رقم عبد الله عناد الديري مكان ابراهيم عبد الحليم مسعود. كرة من مختار عبد الله عناد الديري مختار في الوسط مع السيد حسن عيسى. كرة لعاطف زغباني. عبد الرحمن زكي تمريرة في اتجاه خالد بن صعب انطلاقة بكرة وهجمة محاولة خطيرة فرصة للثالث تضيع من خالد بن سبعة. عمل تقريبا كل شيء الا التسجيل خالد بن سبعة بكرة كانت خطيرة على دفاع نادي أم سلال. شوف الهروب شوف اللمسة المراوغة من خالد بن سبعة يهرب يعدي بمختار جميلة كانت اللقطة والتعلق من الحارس محمد منتصر خروب. خالد بن سبعة يتلاعب بدفاع نادي أم سلال ويفشل في تسجيل الهدف الثالث هدف الضربة القاضية للريان في هذه المباراة. كرة من تمس توزيعة طويلة يتدخل عبد الله علي المسيكي فرصة ذهبية للهدف الثالث للريان. تضيع من خالد بن سبعة كرة من جانب عبد الله الشيخ إلى الياس حميد ممتاز لعبد الرحمن زكي لكن بوجود مبارك عيد الناصر ممنوع المرور ممنوع الوصول لمرمى عبد الراضي محمد. كرة لعاطف زغبان زغباني عبد الله الشيخ شيخ يحاول أن يضغط في هذه اللحظات نادي أم سلال يتدخل بكيفية ممتازة في وسط الميدان وانطلاقة من أحمد الراوي كرة للثالث هي يا أحمد لا أحمد الراوي يسدد والحارس محمد منتصر خروب حارس نادي أم سلال يمنع الريان إلى حد الآن من حصيلة تهديفية كبيرة في شوط ثاني شوارع كبيرة في دفاع على الصقور. وكرة من جانب عبد الله الشيخ مع مبارك عيد الله على مبارك برافو يا مبارك روعة يا مبارك مباراة كبيرة لمبارك عيد الله الناصر. كرة في وسط الميدان حيوية حماس وتشويق وإثارة وكرة جميلة يقدمها نادي الريان في هذه الفترة الثانية. كرة من محمد سراج لأحمد الراوي الراوي ممتاز في المراوغة انطلاقة بكرة ثالث على القائم الله 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 كرة الراوي على القائم القائم اليوم يتعاطف مع نادي أم سلال أحمد الراوي مراوغة كانت جميلة بمختار سدد والقائم يحرم الريان من الهدف الثالث. هجوم ناري للريان في الدقائق الأخيرة في غياب النجاعة في غياب التجسيم مش ممكن اللي قاعد يصير في ملعب سعود بن عبد الرحمن من عناصر نادي الريان وهذه الفرص المهدورة في فترة ثانية. لكن السؤال الذي يتم طرحه في هذه اللحظات ما الذي جرى لنادي أم سلال؟ لماذا يتعامل اللاعبون بهذه الكيفية مع فترات هذه المباراة في غياب التركيز التام في غياب الروح في غياب المردود والعطاء الذي تعودنا به في ماضي المباريات والجولات. كرة طويلة يتدخل حسن الغريب عجيب ولا عجيب مردود نادي أم سلال في مباراة هذه الليلة. خالد بن سبعة بالطول والعرض يسيطر الريان بشبابه بلاعبيه بطموحهم برغبتهم بانفراد أحمد الراوي مرة أخرى الراوي سدد قوية والكرة بعيدة تبديل المدرب هشام علي الراوي في مكانه في محله من خلال الاستنجاد بنجلو أحمد الراوي شكل خطورة كبيرة في هذه الفترة الثانية. تميم منصور تميم الصراعات الثنائية تقريبا كلها لنادي الريان في شوط ثاني وكأن بعناصر أم سلال استسلموا للأمر الواقع فرض لون نادي الريان على أم سلال في هذا الحوار. كرة تعود برافو لشباب الريان على هذا المردود على هذا العطاء
نقطة استفهام لنادي أم سلال المتصدر قبل هذا الأسبوع دون خسارة، 5-5، 15 نقطة، 5 تسللات لصفر ضد هجوم نادي أم سلال في هذا الحوار. كرة من مخالفة ستعود في الوسط، 12 دقيقة على نهاية زمن هذه المباراة. الريان يقترب من تحقيق الانتصار الثالث والنقطة العاشرة، وأم سلال هل تكون هذه الخسارة الأولى له في هذا الأسبوع السادس في هذا الدوري؟ كرة من تميم ممتازة في اتجاه خالد بن سبعة، خالد خطيرة، فرصة للتمرير، ارتباك كبير. ماذا حصل في دفاعات نادي أم سلال؟ أفضل دفاع ببطولة الدوري، 4 أهداف في 5 مباريات سابقة، هدفان في مباراة الليلة. كرة ملعوبة تعود 6-6 بين الشمال وأم سلال دفاعيا إلى حد الآن. في الأرقام الدفاعية 18 جول لأم سلال، 16 للشمال. عودة من بعيد للريان وللرهيب ببطولة هذا الدوري. خاصة بعد الرجة النفسية الكبيرة إثر الخسارة العريضة أمام الشمال، 8 أهداف مقابل 3. كرة من جانب إبراهيم الكربي، كرة للصقور طويلة في المنطقة، خطيرة، صفيرة محمد الشريف، فاول على مختار، الدفع واضح على أحمد الراوي بالرقم 26، شقيق لعب الدولي بسام الراوي لاعب نادي التحيل. كرة طويلة من خالد بن سبعة، كان أسبق المدافع عبد الله علي المسيكي، تعود لأحمد الجراح من يداوي جراح نادي أم سلال من عناصر الهجومية. كرة وانطلاقة من مؤمن رجب إلى محمد سراج، سراج على الطرف الأيسر، انطلاقة من محمد سراج أمام عبد الرحمن زكي، يغير كليا لخالد بن سبعة، كنترول، يا سلام، ممتاز، رايح خالد بن سبعة، كرة وخطيرة وفرصة، خالد بن سبعة يحاول التوزيع، عاطف الزغباني يضع الكرة في الركنية، كنترول، حاجة من الخيال لخالد بن سبعة بعد كرة محمد سراج. فنيات كبيرة، مهارات، مستقبل إن شاء الله كبير ينتظر خالد بن سبعة، مردود محترم جدا في مباراة هذه الليلة، شكل عنصر من عناصر الرهيب التي تحاول الإتاحة بنادي أم سلال. سلامات لخالد بن سبعة، بذل مجهود بدني كبير. محمد عبد الفتاح سراج، كرة من ركنية، السرعة والمهارة والفنيات تتجمع في خصال محمد سراج، محمد عبد الفتاح سراج، كرة طويلة من ركنية، يتدخل إبراهيم الكربي وانطلاقة بهجمة سريعة، كرة مرتدة، كونتر اتاك لنادي أم سلال من عبد الله الشيخ، عبد الله هناك الياس حميد، والعودة وما أدراك ما العودة، العودة وما أدراك ما العودة من جانب أحمد أو عبد الله عناد الديري. خالد بن سبعة إذا يغادر، ودخول 44 حسام الدين مصطفى، وهذا حتى طريقة التعامل من الكابتن هشام علي الراوي، خروج لاعب بمواصفات هجومية. خالد بن سبعة ودخول حسام الدين مصطفى، لاعب الوسط الدفاعي، لاعب فكاك لتدعيم خط الوسط بالرقم 44 للمحافظة على أسبقية التقدم ونقاط الانتصار أمام نادي أم سلال. 7 دقائق للنهاية، 7 دقائق هي الكل في الكل لأم سلال للعودة للتعادل لتفادي الخسارة. وكورة محمد الشريف وركلة جزاء، نعم ركلة جزاء، أم سلال، أم سلال الصقور يرفضون الخسارة وهم أمام فرصة التعويض والعودة في المباراة.
ركلة جزاء في مباراة التسابق والتلاحق. هذه الكرة، هذا المشهد، وهذه المخالفة من صاحب الرقم 34 الرياني أمام خالد عبد الله الشيخ. عبد الله عنادة الديري اللاعب البديل يرتكب الفاول، وكرة هدف التعادل بالنسبة لنادي أم سلال. إبراهيم الكربي مع الحارس عبد الراضي محمد، من سيتمكن من تغليب مصلحة نادي إبراهيم الكربي. كرة ملعوبة، الهدف التعادل، الهدف الثاني، الهدف الثاني لعبد الله الكربي. إبراهيم ممتاز، كرة الهدف الثاني من ركلة الجزاء، من علامة الجزاء، يعدل النتيجة، يعدل الكفة. إبراهيم الكربي أمام عبد الراضي محمد، كرة كانت قوية جدا، يسجل بها ثاني الأهداف، يعود نادي أم سلال في المباراة ويتواصل التشويق والتسابق والتلاحق في الأهداف. هدفان لهدفين، أربع أهداف في الشوط واحد، أربع أهداف في 45 دقيقة ثانية من زمن هذه المباراة. قوة الشخصية بالنسبة لعناصر نادي أم سلال. كرة ملعوبة تعود من عاطف زغبان، زغبان زغبان إلى عبد الله الشيخ. شيخ الآن الأمور المعنوية النفسية، الثقة عادت لعناصر نادي أم سلال أمام نادي الريان، أمام طموح لاعبيه. شوط ثاني مثير، شوط ثاني حماسي. تميم منصور، كرة بالصدر، يتدخل سيد حسن عيسى. الريانية عبد الله عنيد الديري المتسبب في ركلة الجزاء. كرة لمبارك عيد الناصر مع مؤمن رجب، فخت من عناصر نادي أم سلال. افتكاك كرة من جانب علي اليزيدي، عودة من جانب عبد الله عنيد الديري إلى عاطف زغباني، زغباني في اتجاه عبد الله الشيخ. الشيخ البحث عن الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة من الطرفين، من الجانبين، من الفريقين. إبراهيم الكربي، كربي عاطف زغباني، زغباني عبد الله الشيخ، انطلاقة سريعة بكرة ملعوبة في الاتجاه علي اليزيدي، يحاول تبديل والتغيير وجهة اللعب، لكن حضور جيد لحسن الغريب في وسط الملعب. هذه المخالفة، أحمد الراوي. الريان في فترة القوة تقريبا منذ 10 دقائق كان أهدر كرتين ذهبيتين من أقدام أحمد الراوي، كان قريب من تسجيل الهدف الثالث والرابع في المباراة وإنهاء هذا الحوار. واللي سجل يقبل، والكرة غدارة، والكرة ملعوبة في وسط الميدان. انطلاقة لأحمد، عبد الله عنيد الديري في حوار مع عبد الله علي المسيكي. ثلاثة دقائق في التسعين للنهاية. كرة من مؤمن رجب، الريانية طويلة إلى محمد سراج. عبد الرحمن زكي يخوي هذه الكرة، محمد سراج زكي، علي اليزيدي، إبراهيم الكربي صاحب هدف التعادل من علامة الجزاء. يعود بالكرة إلى مختار مع عبد الله علي المسيكي، تعويلة في اتجاه عبد الله الشيخ، يتركها لعاطف الزغباني. زغباني من اليسار، زغباني عدي، زغباني مر، زغباني راوخ، زغباني يمرر في الاتجاه الياس حميد. الياس يسدد، قوية قلة، قوية من الياس، خطيرة يا الله. الياس حميد بحث عن مباغتة ومفاجأة الحارس عبد الراضي محمد. الله على كورة، الله على تسديدة، على جمال هذه اللقطة، على ضربة الياس حميد. شوف الكورة
قريبة من القائمة الثاني للحارس عبد الراضي محمد. ياس حميد مصلال يعود في محاولة لتسجيل ثالث الأهداف من أجل تأمين ثلاث نقاط إضافية. كرة أخرى خطيرة، فرصة إمكانية، محاولة، لكن الله على دفاع ممتاز، دفاع رائع من عبد الهادي قدر العون. عادت الكرة الريانية، مباراة محترمة جدا على المستوى الفني في الشوط الثاني، شاهدنا فيها أربع أهداف. عادت من جديد كرة مؤمن رجب، محمد الشريف كان قريب من العملية. الدقيقة الأخيرة مشاهدينا الكرام، نصف عثرة لنادي أم صلال، لكن يبقى في الصدارة مع نادي الشمال ب 16 نقطة. مبدئيا في انتظار صافرة النهاية لمحمد الشريف، الريان 8 نقاط، والتعادل الثاني لنادي الريان ببطولة هذا الدوري. هذه الكل حسابات ما قبل صافرة الختام. كرة من الياس حميد ممتازة في اتجاه عبد الله الشيخ، يمشي عبد الله، عبد الله، عبد الله الشيخ، الياس حميد، حميد سهولة في المراوغة، التمريرة والتحذير لابراهيم الكربي، كربي، كربي إلى السيد، سيد عبد الله، عبد الله سيسدد، عبد الله يخير التمرير للمراوغة بين ثلاثة مدافعين، يعطي كرة في اتجاه سيد حسن عيسى والكرة إلى التماس، التماس لنادي أم صلال. ضغط رهيب في هذه اللحظات في انتظار معرفة كم سيضيف محمد الشريف لياس حميد. الكرة والهجمة متواصلة، كرة على القائم الثاني، يتدخل دفاع الريان. أربعة دقائق في حسابات في ساعة الحكم محمد الشريف. مباراة بطولية للشباب الريان أمام نادي أم صلال، يستاهلوا على الأقل نقطة التعادل. كرة ملعوبة من سيد حسن عيسى، سيد حسن، سيد، سيد، سيد يرفع الكرة، خطيرة، الهدف الثالث، جول، جول، لا 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 لا، فيها أوفسايد، فيها أوفسايد، حكم المساعدة الثاني يرفع الراية مشير للتسلل، نعم، العودة من التسلل، والقرار كان سليم من المساعدة الثاني، قرار سليم من سالم الرميحي. عصبت يا سالم، كرة لنادي أم صلال، تبقى النتيجة متعادلة 2-2. كرة ممتازة بمراوغة من عبد الله الشيخ، عبد الله بخارج الساق لعبد الراضي محمد. أربعة دقائق نارية في ختام هذه المواجهة الريانية مع صقور برزان. كرة طويلة، يتدخل عبد الله المسيكي إلى تميم منصور. عبد الله مسك واضح من عاطف الزغباني، الفاول كان تكتيكي لمنع تميم منصور عبد الله. تابع تابع، اوكي، الفاول للريان والمحاوله من مخالفه محمد عبد الفتاح سيراج. توجيهات محمد منتصر خروب. مباراه الحراس تعلق فيها عبد الراضي محمد وكذلك محمد منتصر. الكره لهجوم نادي الريان، المخالفه خطيره على دفاع نادي أم صلال. هل يفعلها الرهيب؟ هل يقدر على تسجيل ثالث الاهداف في هذا التوقيت الذهبي؟ كره من محمد عبد الفتاح سراج، مرفوعه على كره خطيره والكره ملعوبه، لكن ابراهيم الكربي ابعاد للخطوره ومحاوله هجوميه تعود لنادي أم صلال. سريعه من علي اليزيدي، انطلاقه يحاول استغلال عدم عوده نادي الريان لدفاعاته بسرعه كبيره. انطلاقه من الياس حميد، الياس مع عبد الرحمن، ياخذها الياس، يعدي الياس، 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 الياس حميد من اليمين يدخل المنطقه، الياس يحاول يراوغ يعدي والكره فيها ركنيه، الركنيه لنادي أم صلال في اخر دقيقه ونصف تقريبا. هذه المحاولة الأخيرة ممكن لأم صلال من أجل ثالث الأهداف. سيد حسن عيسى الركنية، محمد منتصر مع عبد الرحمن رأفت زكي فقط في مناطق أم صلال. كرة سريعة ملعوبة من سيد حسن عيسى، التوزيع على القائمة الثانية خطيرة، فرصة للهدف الثالث، جول القائم، القائم يتعاطف مع الريان. كرة الهدف الثالث تضيع والخطورة ما زالت متواصلة. الله على كرة، الله على راس، الله على ضياع كرة ثالث الأهداف لنادي أم صلال. عبد الرحمن زكي، كرة طويلة في المنطقة، انطلاقة، فرصة خطيرة، التسديد، والمهاجم يتكفل بالدفاع.
المهاجم يتكفل بالدفاع مع نادي الريان. هذه كرة الهدف الثالث من إبراهيم الكربي. إبراهيم يسدد والقائم الثاني يرفض الهدف الثالث للصقور. كرة ممتازة ضربة الرأس. التفاعل كبير من اللاعبين الاحتياطيين، من الحضور، من المدرب، من المشاهد، من المتابع. لحظات أخيرة مثيرة جدا، حماسية، ثواني أخيرة. وكرة ملعوبة من جانب تميم منصور. تميم طلب كرة من جانب محمد سراج، وكرة خطيرة، فرصة ريانية، انطلاقة خطيرة، كرة للثالث، ركلة جزاء، ركلة جزاء. الله على إثارة، الله على حماس، الله على مباراة، الله على قوة شخصية نادي الريان، الله على لقاء بطولي لأبناء المدرب. ها هشام علي الراوي، عاطف الزغباني يرتكب الفاول، المخالفة، العرقلة أمام محمد سراج عبد الفتاح. من سيتكفل بالتنفيذ؟ إنه المتخصص نمبر وان أحمد هشام الراوي. فعلها أمام الزعيم السداوي. هل يفعلها أمام نادي أم صلال؟ منح النقطة الثمينة أمام الزعيم، فهل يمنح ثلاثة نقاط أمام أم صلال ويكبده أول خسارة في هذا الموسم؟ أحمد الراوي منذ صغره يعني ناجع وناجح في تنفيذ وتسديد ركلات الجزاء. أحمد الراوي مع محمد منتصر. من ينتصر؟ الراوي، الراوي محمد، وكرة وهدف ثالث. جول 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 جول. الراوي يروي أحلى قصة، أحلى حكاية، أحلى نهاية للرهيب الرياني في مباراة الشخصية، في مباراة القوة، في مباراة التحدي، في مباراة الإصرار، في مباراة رد الاعتبار للريانيين. أحمد الراوي ركلة الجزاء بقوة يسددها في مرمى الصقور. 3-2، خلاص انتهت الرواية وانتهت الحكاية وانتهت المباراة. مبروك للريان، هارد لك لنادي أم صلال، ومبروك للشمال كذلك. صدارة ترتيب بطولة دوري الرديف بعد هذا الأسبوع السادس. مباراة مثيرة، مباراة كبيرة في شوط ثاني. انتهت يعني 3-2. هكذا مشاهدين الكرام نأتي لنهاية الوصف والتعليق على هذا الحوار الكبير بين الكبيرين الصقور والرهيب. مشاهدين الكرام ملتقانا بإذن الله تعالى في مواعيد رياضية قادمة عبر شبكة قنوات الكأس الرياضية. تصبحون على محبة. أعود بالصوت والصورة إلى الزميل يوسف الربيع. يوسف، لك الكلمة للتحليل الفني لشوط ثاني كان متميز بين الفريقين. نهاية هذه المباراة بفوز الريان وبثلاثة أهداف مقابل هدفين في أجمل أشواط دوري الرديف إلى الآن على الإطلاق. طبعا شوط ثاني، شوط استثنائي، شوط مميز، شهد 5 أهداف افتتح طبعا مبارك عيد الناصر باكورة أهداف هذه المباراة، وتحديدا في الدقيقة 46 بعدها ب5 دقائق وبخطأ من المدافع يستغله المهاجم ويسجل هدف التعادل إليس ابن المدرب حميد بريميل، يضع مصلال في التعادل. تميم منصور مفتاح يضع هدف مميز جدا وأيضا بالرأس، يذكرنا بوالده تماما الذي يلدغ الكرات كثيرا ويسكن الكثير من الكرات في الشباك. يأتي هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء سددها إبراهيم الكربي بنجاح على يمين حارس مرمى الريان، وبنفس الكأس التي تجرعها الريان تجرع أيضا أم صلال نفس الكأس، و
خسر هذه المباراة من ركلة جزاء سجلها أحمد الراوي الذي لعب في شوط المباراة الثاني، وتحديدا كان الهدف الدقيقة 5 بعد 90 من هذه المباراة. نقول مبروك للريان، حظ أوفر لأم صلال، وأعتقد شخصيا بأنه أجمل أشواط دوري الرديف إلى الآن. نقول مبروك، شوط ثاني بصراحة مميز جدا، يمكن خالف كل التوقعات، كنا نتمنى نشوف على الأقل كرة جميلة، لا شفنا أكثر من ذلك. مبروك للمشاهدين، لأن صراحة الشوط الثاني شوط مميز بالنسبة للفريقين، يعني خاصة ريان في بداية الشوط الثاني سجل هدف، وكان ممكن يسجل أكثر من هدف، وسجل هدف الثاني، ولكن بعد ما تعادل المصران وكان قادر أنه يسجل على الأقل 4 أهداف على الأقل أو 3 أهداف تطلع الشوط في بداية نص الشوط الثاني. صحيح. ولكن الهدف اللي جاء المصران من ضربة جزاء وفرصة فرصة المصلال اللي قبل ضربة الجزاء على طول، نعم في القائم وطلعت من المرمى سبحان الله، يعني وهي في نفس الوقت ضربة جزاء في هجمة وضربة جزاء لصالح الريان. ومثل ما قلت لك أحمد الراوي دائما هو مميز، سواء كان في ضربات الجزاء أو إلى حتى من أداء بشكل أو ثقل الهجومي بالنسبة للريان. شوط مغاير صراحة، والتعليمات ما أدري إيش صار في غرفة تبديل الملابس من الفريقين، ليس فريق واحد. الحين إذا تبي تعرف إيش صار في غرفة الملابس، الحين نسأل صلاح السعدي هناك في أرضية الميدان ويسأل اللاعبين إيش اللي صار في غرف الملابس بين شوطين المباراة. فعلا استمتعنا بشوط ثاني مميز جدا يا صلاح من الفريقين. حيا الله يا يوسف، لان انا موجود لازم تستمتع، فكره القدم دائما متعه في وجودي وفي حضوري، واكيد راح اسال الياس ايش اللي صار حقيقه في الشوط الثاني. تغيرت المجريات المباراه، الريان شفناه يعني مندفع قوي حاضر وسجل اهداف وانتصر في النهايه. الياس ايش اللي صار بالنسبه لكم؟ ما هو هذا النادي اللي تعودنا عليه انه هو متصدر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله مباراه صعبه، كان الريان يكون كويسين اليوم، ما استخدمنا من فرص، بس عادي مش مشكله، في يعني اول مباراه نخسر في الدوري عادي مش مشكله، ان شاء الله المباراه الجايه بنفوز. اتوقع شمال الحين قدامنا بنقطتين، عادي ما في مشكله، احنا بنكون فوكس على المباراه الجايه ان شاء الله ونفوزها. نحن تعودنا تسجلون اهداف، بس هذه المباراه خلق الفرص ما كانت موجوده الا اخر 5 دقائق. والله سجلت جول اوف سايد، وقبل بلنتشي جانا فرصه ولمسنا العرضه، عادي هاي الكره القدم، يعني عندهم فرص سجلوا الفرص احنا ما سجلناها، بس عادي مش مشكله، هذه الكره القدم يعني. الله يعطيك العافيه الياس، بارك الله فيك وان شاء الله موفقين في المباراه القادمه. احمد، الاخوان في الاستديو يقولون احمد دائما مميز، ولما يحضر بثقله وبحضوره جميل. فرصتين ضاعوا لكن الثالثه الحمد لله مثل ما قلت. الحمد لله. شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هالفوز جاء مش مني، مش من الكابتن، مش من اي لاعب، هاي جاء فوز من كل النادي، يعني اللعيبه ما قصروا والكابتن ما قصر، الحمد لله الناس ما تشوف. استغلنا الفرص الحمد لله، قدرنا نفوز 3-2 على مصلال اللي مصدر الدوري. الحمد لله ان شاء الله القادم افضل، عندنا 3 مباريات جايه ان شاء الله نفوز فيها ونصعد مرتبه على يا رب. شنو الخلطه في غرفه الملابس اللي قال لكم الوالد فيها ونشوف؟ والله الصراحه الوالد ما عنده يمين يسار الصراحه على طول على طول سيده، الحمد لله اعطاهم الحافز، اعطاهم قال لهم يعني ادخلوا العبوا ادوا اللي عليكم، ما قدرتوا الحمد لله والشكر، بس نفس ما تشوف الحمد لله. الجول حلو، الله يخليك الحمد لله. الله يعطيك العافيه حبيبي. يعطيك العافيه حبيبي. مثل ما سمعنا الشباب، ويعني الابتسام والفرحة حلو، يعني جو الفوز والانتصار. والياس قالوا يعني أنا راح أجي وراح يكون أم صلال حاضر وراح نشوف الدوري بعده ومعاكم يا يوسف. شكرا صلاح، وشكرا أيضا لضيوفك الكرام. ما نعرف الخلطة للحين، دخلوا لعبوا، يعني ما أعتقد أن الفريقين أو المدربين الاثنين اكتفوا بهالكلمات، أكيد يعني كان في عمل فني. احنا دائما نقول شوط المدربين هو الشوط الثاني، إلا يمكن كابتن يوسف أحمد يقول لك لا، ما يعترف بهالمقولة. فدائما يقولون الشوط الثاني شوط المدربين، احنا فعلا شاهدنا شوط استثنائي. فهل هو فعلا شوط مدربين، ولا مثل ما قال أحمد الراوي احنا دخلنا وادينا اللي علينا واكثر؟ اكيد طبعا الشوط المدربين، لما احنا نقول شوط مدربين فعلا شفنا شوط مدربين بالنسبه لنادي الريان اللي اعطاهم الحافز واعطاهم المعنويه الكبيره والرغبه للاعبين نادي الريان. وشفنا نادي الريان بدايه الشوط الثاني احرز الهدف السابق على نادي مصلال، ومن ثم مصلال حاول ان يبحث عن التعادل، جاب التعادل، ومن ثم جاب الريان الثاني ورجع مره ثانيه مصلال يسجل هدف التعادل، ومن ثم خطف المباراة لنادي الريان. أنا أعتقد أن
مباراة تستحق أنها يكون فيها الريان فايز أمانة، يعني كشوط ثاني الريان يستحق 3 نقاط. أم صلال من بداية الشوط الأول إحنا تكلمنا عنه أنه ما كان مركز في 45 دقيقة، جاته فرص ما استقلها، فاللي ما يستقل الفرص أنا أعتقد أنه راح يندم في نهاية المباراة. واللي شفناه فوز الريان مستحق، ومبارك لنادي الريان وهارد لك لنادي أم صلال. صحيح. عادل مع عادل مع الإعادة أو مع استعراض الأهداف قال أن هدف أم صلال، عفوا أي هدف أم صلال الأول في دفع من في خطأ. راح نشوف احنا اللعبه بعد شوي، ويعني وناخذ رايكم. عادل طبعا مدافع وانت مهاجم، فاحنا بناخذ رايك كمهاجم، بناخذ رايك كمدافع بعد عشان يعني نتاكد من من انا من اللعبه حسب القانون كره القدم، اذا انت كتف بكتف شيء طبيعي، ولكن اما اذا اليد في ظهر اللاعب ودفع من الظهر اعتقد هو خطا، يعني يعتبر خطا على المهاجم. هو بغض النظر كان خطا ولا لا، للامانه هو الخطأ هذا يمكن حل كثير شوط المباراة الثاني، حللنا المباراة، كان ممكن يتسبب نتيجة مغايرة، ولكن في النهاية انتهت المباراة لصالح الريان اللي لو كان الهدف خطأ فلم يتضرر. هدف الهدف الأول أقصد تحديدا لأم صلال. من هذه الجولة أيضا استفاد استفادة كبيرة برأيي الشخصي الوكرة. نعم استفادة كبيرة بال صار المركز الثاني متعادل مع أم صلال في النقاط، ولكن يتفوق بفارق الأهداف. نعم. وبات قريب جدا من الشمال، نقطة واحدة فقط تفصله عن الشمال، وأعتقد أن في مواجهة بين الفريقين. لا خلاص تواجهوا. لا تواجهوا بس باقي مع أم صلال. ينتظر أم صلال مع ينتظر أم صلال مع الشمال. نعم أعتقد أن هذه فرصة للوكرة أو أنه هدية الريان، قدم هدية. صح أنه فاز اليوم الريان يستحق الفوز. الفوز لنفس الريان. نعم أكيد أكيد، ولكن أحياناً إن بعض النتائج تلعب تخدمك تلعب للفرق الأخرى، وهذا أعتقد أحد الفرص بالنسبة للوكرة إنه ممكن في حالة المباريات الجاية هو يحافظ على انتصاراته، ممكن يكون في المركز، ممكن ينافس بشكل قوي على المركز الأول. في ظل الاداء اللي قاعد يصير في خلال المباريات الاخيره بالنسبه للوكره، يعني الوكره ينتظر مباراه ام صلال والشمال نعم، او يعني تعثر يتعثر او يتعادل الشمال. يفوز الوكره في جميع مبارياته، انا اعتقد ان الوكره بطل. قادر انه ياخذ الوكره. طبعا احنا نتكلم عن الوكره، الوكره انهى مباراته قبل قليل امام العربي، او يعني حتى المعلومه اللي جاتنا قبل نهايه مباراه أم صلال والريان كان متقدم 2-0 على العربي، وكان العربي مهدر ركلة جزاء، وفي نفس التوقيت انتهت هناك مباراة قطر والأهلي بأربع أهداف لقطر. طبعا دون رد نستعرض هدف أم صلال الأول، وناخذ طبعا رأي الكباتن في الاستوديو. خلني أخذ رأي المهاجم، لا لا خلها خلني أخذ رأي المهاجم. أول شيء المهاجم أبي أسمع شو يقول. نعم انا اعتقد انه في حاله دفع يعني من دفع. الخلف يعني شوف حتى شوف ما دام هو يد، لو نرجع شويه في دفع ولمسه يد، في دفع ولمسه يد. نعم بعد هذه شوف دفع موجود شوف لمسه اليد موجوده لمسه يد. عموما يعني احنا نقول الحمد لله، نقول الحمد لله يعني الهدف الاول 2-1 الحمد لله ان الهدف في النهايه ما أثر على نتيجة المباراة في النهاية، يعني 3 نقاط راحت يعني للفريق اللي ما الفريق اللي يعني دون التقليل من أم صلال. أم صلال أيضا قدم مباراة مميزة جدا وأضاع الكثير من الفرص. كان 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 أم صلال كانوا قادرين الشوط الأول ينهوا المباراة، ولكن ما نهيت، ما سجلت، ما تعملت بالفرص اللي جاتك، ما استغليتها في تفوق الريان أو اللي صار في غرفة تبديل الملابس أو الأداء بشكل عام في الشوط الثاني للريان. كان اعتقد نعم هو يستحق انه الفوز ب3 نقاط. هذه العنوان الاخير شنو؟ 3 نقاط للريان. ها 3 نقاط للريان. لا بتسجل سجل عليك الريان. هذا قلنا احنا قلنا بين الشوطين، احنا قلنا بين الشوطين، قلنا بين الشوطين انت ما تسجل، وقلناها ان الريان راح يخطف المباراه، خطف المباراه وخذ 3 نقاط. نقول مبروك لنادي الريان، حظك لنادي ام صلال. صحيح صراحه تسديده جميله جدا، يعني حتى كانت مباغته، وحتى معلق المباراه هيكل صغير قال تقريبا اتوقع هدف، وقال نعم فعلا نعم تسديده نعم مباغته. وبعدها على طول الكره اللي اللي يقول مش حابه تدخل.
ترى في كرة في القائمة هناك بعد بالنسبة شوف كرة مبارك إيه شو ندخلت يعني أعتقد صدى المدافع شوف هذه يعني هذه أوفسايد هدف تسلل سليم 100% القرار يعني مبارك عيد كرة تبي تدخلت يعني حركة أعتقد المدافع بشكل اسم مبارك عيد اسم جميل ترى ذكرنا يعني ذكرنا انتم بداية الاستديو باركتوا لي على تصدر لاعبين قطر التصنيف الدولي إيه؟ اسم مبارك عيد دائما في الكره الطايره عندنا اسم كبير صحيح اسم صحيح رنان صحيح فعلا هذه الفرصه اللي هذه الفرصه شوف يعني صراحه ما في مدافع طلع الكره يعني ولا فعلا لمس يعني الحارس الحارس لمس بشكل هاي نعم صحيح نعم طبعا مبارك عيد الناصر هو من سجل للريان واعتقد ابن اللاعب